دامك بخير، حنا بخير وعافية، شوفتك طيب فالخير للناس والله الشافية. شعبك يحبونك كثير أهل القلوب الوافية، أنت الملك اللي تنير دارك بن أعزائي المشاهدين، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والسعادة، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الديوان، والذي نستضيف فيه نخبة من الشعراء المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة الشعرية الكبرى شاعر الملك. كما يسعدنا في الديوان وكما هي العادة أن نستضيف نخبة من الشعراء والإعلاميين البارزين في الساحة الشعرية. بداية أرحب فيكم أعزائي المشاهدين وأكرر الترحيب بكم وأكرر الترحيب بضيوفي في الأستوديو، وبداية أرحب بزميلي طلال المشهدي. حياك الله عبد الرحمن، أحييك ومساك الله بالخير ومسا جميع ضيوفنا بالخير. أرحب بأعزائي المشاهدين شعراء الملك لهذه الليلة، الشاعر محمد بن مصوي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، مرحبا ومساء البركة تاهل، الله يبارك فيك طول عمرك. وأيضا الشاعر هاني فهد الخالدي، مساك الله بالخير، الله يحييك، الله البركة تاهل، الله يبارك فيك. وأيضا الشاعر خلف الكريع، مساك الله بالخير، مسيك بالنور برضه يا هلا، البركة تاهل كلكم، بارك الله فيك. نسال من في تحفظات عند البركة، قول متاخر. بارك الإخوان كلهم. أيضا رحب بضيوفي لهذه الليلة، الشاعر من دولة البحرين محسن الحمري، مساك الله بالخير. مساك بالنور والسرور طبعا. الله يحييك. الله شرفتنا بحضورك يا محسن. والله شرف اني اكون متواجد معكم في المرقاب وفي الديوان. الله يحييك ان شاء الله. الله يسلمك. ايضا الشاعر الجميل جازع بن سفران، مساك الله بالخير. الله العافية والله. مساك الله بالخير. الله يمسكم الله بالخير. الله يمسكم الله بالخير جميعا، واحييكم وكرر الترحيب بكم. وكرر الترحيب باخوي محسن من دولة البحرين، حياك الله. الله يحييك. شرفتنا بين اهلك واخوانك وراحتك. الله يزيدك الشرف، لي شرف طال عمرك. الله يحييك. الله يسلمك. طبعا احنا راحت فيكم، وبداية ودي ابدا معك اخوي محمد. اخوي محمد طبعا احنا نبارك لك اهل التاهل، ومبارك لك الانضمام الى مسابقه شاعر الملك. الله يبارك فيك. بلا شك ان مسابقه شاعر الملك طموح لكل شاعر، بل انا اشوف انها هي واجب لكل شاعر انه يشارك في المسابقه. اولا انها تحمل اسم خادم الحرمين، جميل، راس الهرم في هذا الوطن، جميل. ثاني شيء انه فيه اشياء تحفز الشعراء، الشعراء دائما يحبون التنافس بعيد عن التصويت، بعيد عن المادة، وهذا الشيء تبنته المرقاب وتحسب لها وتحسب القائمين عليها. وأنا سعيد الليلة أني موجود معكم، وكذلك لا يسعني أن أنسى أن أبارك لزملائي 50 متأهلين، وأتمنى أن الله يوفق الجميع. محمد، بدي أسألك عن المسابقة هذه، وش تمثل للشعراء الشباب يعني مبتدئين في الشعر؟ والله هي فرصة، ستكون حافز لهم وفرصة تكون يعني في حال كلامك منطقي، هي فرصة للشعراء المغمورين الاحتكاك بالشعراء. يعني انت شايف الخمسين الان فيهم شعراء اعلاميين معروفين وفيهم شعراء غير معروفين، ولكن المستوى الشعري والمادة الشعرية متوفرة عندهم كلهم. جميل. فهذه انا اتوقع انه بلازم انها فرصة لاثبات شعريتهم والتنافس الشريف في هذه الساحة. جميل. أنا خلني قبل ما تكمل يا طلال سؤالك، أنا صراحة لفت انتباهي، طبعا هو طلال ما انتبه لها في ضيوف الحلقة الليلة صراحة يعني، وهذه من بركات مسابقة شاعر الملك، لأنها مسابقة وطنية يعني خالصة، ما فيها أي ربح مادي، ما فيها أي استنزاف لجيب الشاعر أو قبيلة أو جماعة أو شوف ما شاء الله يعني معنا من المنطقة الجنوبية، من المنطقة الغربية، من المنطقة الشمالية، من البحرين، من المنطقة الشمالية. لا لو في حاجة، في حاجة منتبهت لها بعد سنة. المخرج من مصر. لا المخرج من مصر. تقبيل قطر بيض كذا. أنا روهاني. فأنا أقول إنه جميل إنه المسابقة وطنية بحتة والله الحمد من جميع مناطق المملكة، يعني لا ليست حكر على منطقة معينة أو قبيلة معينة أو 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 نوعية معينة من الشعراء. المسابقة ما فرقت بين شاعر إعلامي أو شاعر مغمور أو يعني المسابقة تحكم الشعر فقط. أخوي سالم لو تسمح لي أضيف، إحنا الآن المسابقة تحمل اسم خادم الحرمين، فإحنا كلنا أبناء خادم الحرمين،
ما في تصنيف جغرافي ولا في تصنيف عرقي ولا في أي تصنيف في هذه المسابقة. فهذا الشيء مثل ما قلت لك شيء إيجابي في هذه المسابقة، والحمد لله أنه إحنا من ضمن المشاركين المتأهلين، وهذا شيء نحسد عليه والحمد لله. جميعكم طبعا مشاركين، حتى جازة طبعا كان أحد المشاركين، أحد المشاركين وصل معنا للمرحلة ما قبل النهائية. طبعا ودي أنتقل بعد إنك أخوي طلال، أنتقل للخلف. طبعا خلف كان لك مشاركات في مسابقات، نعم يبدو لي كانت مشاركة مسابقات شاعر المليون. شاعر المليون نعم. هل المسابقات يعني وش تضيف للشاعر؟ هل فعلا المسابقة أو الشاعر لابد أن يشترك في مسابقة يعني تسلط الضوء على شعره؟ لا تعرف الإعلام هو اللي يوصل يعني السي في. نعم أنا بالبداية أحب أمسي عليكم وبارك لإخواني التأهل والغايب والحاضر، وأمسي على جميع المشاهدين وأقول الله يمتعنا وإياهم بشهر شعبان ويبلغنا شهر رمضان وعيننا على حسن صيام وقيامة. هذا بداية. بالنسبة للمسابقات الشعرية، طبعا المسابقات الشعرية تعددت الآن وفيها الغث والسمين وأصبح فيها، لكن بالإجمال يعني وخصوصا نتكلم عن تجربتي بحكم اني شاركت يعني ببرنامج شاعر مليون، مهما كانت سلبيات برنامج بحجم شاعر مليون هو يضيف لاي شاعر يعني اعلاميا يضيف له يعني بغض النظر عن شاعر مليون. يعني اتكلم عن المسابقات، سالني عن شاعر مليون تحديدا يعني. لا لا هو يعني تجربتك في المسابقات. انا اتكلم عن تجربتي. انا شاركت بشاعر مليون وبعد شاعر مليون شاركت شاعر مليون. شاعر الملك طبعا تعتبر استثناء لأي يعني، هي أكبر من كونها برنامج، أكبر من كونها مسابقة، أكبر من كونها أنا واجب. نعم أنا أتصور يعني يمكن هي ميدان الوفاء يعني. مسابقة شاعر الملك ميدان تسابق فيه أبناء الوطن اللي يملكون ملكة الشعر وموهبة الشعر في مسابقة للوفاء، كل واحد يعني حاول أنه يشحذ همته ويشحذ كل أدواته الشعرية حيث أنه يحاول يبلغ أكبر قدر من الوفاء اللي سكننا جميعاً يعني بدون شك. هو توصل إعلامياً يعني. وما في شك أنها توصل إعلامياً، والحقيقة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى مالك القناة والأصحاب الفكرة الرائعة اللي يعني روعة الفكرة ما يضعيها إلا روعة تنفيذ الفكرة يعني. روعة تنفيذ الفكرة كانت في عدم استغلالها الربحي، عدم اللعب على أوتار نعم أوتار القبلية والجغرافية يعني، حاولت أنها تكون قدر الإمكان بحجم المسمى وحجم نوعية المسابقة طبعا. أنتقل لأخوي هاني فهد الخالدي. هاني يعني الشعراء الشباب في مثل هذه المسابقات يشحذون مثل ما قال أخوي خلف هممهم، يشحذون يعني جميع طاقتهم وتسخيرها لهالمسابقة يعني اسمهم رجال كبير اللي إن شاء الله سيقام بعد عيد الفطر المبارك. هاني السعدي كيف تشوف وتقيم شعراء الشمال مشاركاتهم والأمسيات لديهم؟ كيف تشوف حضورهم الإعلامي بشكل خاص؟ والله شعراء الشمال ما في شك مبدعين وأثبتوا وجودهم على مسابقة شاعر الملك ومسابقات عدة مرات. من ناحية الإعلام ما أنصفهم بشكل كبير. هذا السؤال متكرر أو الإجابة هذه متكررة، أنه الإعلام ما أنصفنا. أنا دائما في كل الحلقات ضد المقولة يعني الشاعر يذهب الإعلام. نعم يعني أنا أشوف أن إعلامك في جيبك اليوم، وسبق أن تكلمنا بالكلام هذا عندك يا أخي وسائل. أنا أشوف من إجابة هاني بعيد عن منطقة الإعلام والضوء. إحنا بعيدين كبير بعد عن الإعلام، ما في تسليط الضوء ما في تسليط طيب كيف تشوف خدمات يعني الشبكة العنكبوتية؟ كيف تشوف يعني المجلات الشعرية؟ والله الشبكة العنكبوتية ضيف للشاعر وبرضه يتواصل مع الجمهور بشكل مباشر. المجلات بصراحة أنا ما احتكيت فيها كثير. لكنها برضه ما جربت قدمت قصيدة أحد المجلات يعني ولا نشرت ولا بشكل قليل يعني. كانت مجلة عندنا في الجوف مجلة نقوش. شاركت فيها بكذا قصيدة يعني. جميل. وشكر لهم يعني. طيب أخوي هاني وخلينا نقل الحديث الجميع يمكن حد يدخلنا في الموضوع هذا، إنه زمن الاحتكار يعني ولا
صحيح اول كان في مجلتين ثلاث كان مسيطر على الوضع يعني اذا تعرف احد المجله راح تنتشر، لكن الوقت الحالي يعني زمن الاعلام مفتوح، في قنوات فضائيه، في مواقع تواصل الالكترونيه، الفيسبوك، اليوتيوب، عندك جوالك في جيبك يعني تقدر توصل عن طريق مقاطع البلوتوث. يعني الشاعر ما يعني يوقف او يصير في معزل عن الناس يقول الاعلام ما وصلني، انت بامكانك تتواصل مع الناس يعني. يعني ثورات كامله بالملايين توصل للملايين كلها عن طريق الانترنت يعني. فانا فعلا ما ادري لا تداخل انا عندي راي صراحه بالموضوع هذا، وانا سبق مارست الدورين يعني دور الاعلامي ودور الشاعر. انا في رايي ان المستفيد الاكبر من يعني المحرر او الاعلامي هو المفروض ان يكون اولى بالبحث عن الشاعر لسبب مهم، لاني انا ابحث عن ماده جميله ومميزه، هذه نقطة جزئية أولى، وتخدمني وتخدم الوسيلة الإعلامية اللي أنا أعمل فيها. هذا يعني أنت مع الإعلام يروح للشاعر؟ الإعلام يفترض أنه يبحث عن الشاعر، وأنا لما كنت في يوم من الأيام مارست الدور الإعلامي بحثت عن الشاعر. الآن الشعر كثير، معليش بس أنا بس هذا عذر الإعلامي يعني الآن يقول الشعر كثير الآن والشعراء يعني ثلاث أرباع. نعم أنا مهمتي كإعلامي إذا كنت أبغى أنجح أزعم إني أنا أبحث عن النجاح، أبحث عن أجمل ما يمكن تقييم المواد الشعرية، فأبحث الشاعر الأجمل، دائما أبحث الشعراء المميزين وأبحث عنهم حتى لو تكبدت أنا أو يعني بوجود يعني وسائل اتصال. طيب المثالية دي موجودة لازال؟ أنا عن نفسي لما مارست الدور الإعلامي طبقت أبحث فيها. مثالية بحتة؟ ابدا، ولا يمكن كنت انا كان عنصر المعيار النشر عندي يعني طبعا مارست يعني بمجال محدود يعني وفتره زمنيه يعني ما تجاوز سنه سنه ونص، لكن كنت حريص جدا على ان الماده الشعريه هي اللي تطرح نفسها بغض النظر عن اسم شاعرها، هويته، جغرافيته، قربه، بعده، علاقتي فيه، ما يعني. طيب كويس، جميل. لا جميل، انت قلت نقطة جميلة انه التواصل مع الشاعر، صح ولا لا؟ اذا كان الشاعر ما نشر في الانترنت، صح ولا لا؟ ما نشر في مجلة، ما نشر في قناة، ما نشر في موقع الكتروني، كيف اوصل له؟ كيف ادري ان الشاعر هذا عنده قصيد؟ صح ولا لا؟ انت تتكلم عن فترة، احنا نعيش الان بعصر الانترنت، عصر اذا الشاعر يتحمل مسؤولية يوصل قصيدته للناس. ما اختلفنا، انا اقصد ان اغلب الاعلاميين حاليا يعرفون الشاعر فلاني انه مميز، يعرفون الشعراء هذول شعراء يعني عندهم المواد اللي تستحق ظهورها وبرازها، وعندهم الخامه المميزه اللي يبحث عنها الاعلام او يفترض انه يبحث عنها الاعلام، ولكن بالمقابل تلقاه احيانا لما يتواصل الشاعر يكسروا من جديفه شوي، يعني موضوع علاقات، موضوع مصالح مشتركه. وانتم ممكن تعرفون كلكم بوسط الشعر. اتكلم معك بدري. جميل. طيب ودي يا سلام انتقل لجازع. من جازع انت احد الشعراء اللي شاركوا في المسابقه. نعم. كيف تشوف مشاركتكم في مثل هذه المسابقه؟ وهل واجب تتحتم على كل شاعر المشاركه فيه؟ والله بالنسبه للمشاركه يعني فخر ان احنا نشارك في شخصيه كبيره. وهو خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره ويسمع. والواجب على كل شاعر انه يشارك بحد ذاتها نعمه وبركه. يعني انتم الان طالعون في الوقت الراهن ايش يحدث في الشعوب اللي برا، يعني الحمد لله السعوديه شعراء السعوديه يتسابقون على المدح خادم الحرمين الله يطول عمره غض النظر عن الشعوب اللي برا، يعني انتم فاهمين الوضع. فالحمد لله نشكرها، انا قدمت المشاركة وراضي المسابقة على الحب والولاء. احنا نعم الحمد لله يعني اللي كاتبها الله صاير، ونبارك للاخوان ترشيحهم الخمسين ونقول مبروك ونحمد الله. احنا ما خسرنا اي شيء، يعني المسابقة في ابو متعب يكفي بحد ذاتها حتى لو انه ما رشحنا. جميل جميل هالشعور وهالروح الرياضية. الله يسلمك. تسمح لي أما بالنسبة لكلامك الآن أن الشاعر الإعلامي أو يبحث الإعلام أن كل شيء متوفر معه سواء جوال أو ما عاد أحد الحين الجوال، حتى لو سجلت مقاطع لك أو سجلت لك أي شيء ونزلته في أي مكان أنت بحد ذاتك ما أنت مشهور إعلاميا، يعني مهضوم حق إعلاميا،
غض النظر عن المنتديات وهذه، يعني اغلب المنتديات تنزل قصيده يردون عليها سواء القصيده جزله او غير جزله. مدح. مدح. سواء حتى لو كانت يعني اقل من مستوى الشعر. صحيح. يثنون عليها. فهناك مشكله في الشعراء المهضوم اعلاميا يعني كشعراء بارزين عن الشعراء اللي ما هم بارزين. جميل. طيب خليني بس ارحب مره اخرى باخوي محسن، حياك الله اخوي محسن. الله يحييك. طبعا محسن من دولة البحرين، وانا احنا كنا طبعا من منطقة واحدة وكلنا بلد واحد طبعاً. اكيد ما بيننا فرق، لكن انا بودي يعني انت كمتابع للحركة الشعرية في المملكة العربية السعودية، كيف ترى الحركة الشعرية اليوم في المملكة العربية السعودية؟ قبل ما يعني جاوب على السؤال، ودي اشوف صدى مسابقة شعر الملك في مملكة البحرين. والله كثير من المواقع الإلكترونية نشرت الخبر وتفاعلت معه، مواقع بحرينية ومواقع غير بحرينية خليجية وعربية، وكل شاعر أتمنى أنه يكون مشارك سواء كان بحريني أو سعودي أو عربي بشخصية مثل شخصية دلالة الملك عبد الله حفظه الله، فالكل وده يشارك حبا فيها الشخصية. جميل. كان التفاعل معها كبير، لكن في البحرين كنت انا اول الناس اللي كان ودي انه يشارك في المسابقه، لكن كانت الاحداث اللي صارت في البحرين كانت على يعني في نص الاحداث اعلان المسابقه، فكان حاله تون مشاركتنا، لكن حظينا بالزياره الكريمه لخادم الحرمين الشريفين وكتبنا فيه، وتقريبا كل شعراء البحرين كتبوا، وتعتبر مسابقه بينهم بين شعراء البحرين. يعني تقريبا كل شعراء البحرين، يمكن انا جمعت، انا كنت حاولت اني اسوي اجمع القصائد اللي كتبت في هالفتره في زياره الميمونه، فجمعتهم تقريبا حوالي 30 نص اللي انا جمعتهم، غير اللي انا ما اعرف هم او اللي اقيلت الاذاعه او اللي مجله ما شفتها او موقع ما شفتها، هذه اللي وقعوا تحت يدي 30 قصيده تقريبا. جميل. طيب بالنسبه لل القصيدة، كانت قصيدة طيب نساني سؤالي ترى دائما ترى أنا ودي أسمع النص منك. لا لا قبل سالك أنا أسألك عن الحركة الشعرية والمشهد الشعري في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية طبعا الجميع كان متابع الحركة الشعرية من بداية، كانت منطلقة من الكويت، يعني كانت الحركة الشعرية بالكويت هي الأقوى طبعا. الفترة الأخيرة يعني صارت حركة متوازنة، أنا ودي بما أنه في البحرين هو يشاهد من بعيد فأودي أنك تنقل لنا صورة الحركة الشعرية السعودية من البحرين. أنا بقول لك شغلة ثانية، إحنا شعراء سعوديين دائما يعني يحيون فعاليات ثقافية وشعرية في البحرين، ويتواجدون زياراتهم كثيرة ومستمرة لجمعية الشعر الشعبي في البحرين. يزورونا دائما اسبوعيا يعني، وخاصه اللي قريبين منا شعراء شرقيه فكثير يزورونا، بتربطنا معهم علاقه غير ان صيتهم يسبقهم في البحرين. نسمع يعني استمرار الكلام اللي قلتوه عن الطفره الاعلاميه اللي صارت من الجوال والبلاك بيري والفيسبوك ومواقع المواقع الالكترونيه، يمكن في البحرين تكون يعني متابعينها اكثر المواقع، انفتاح اعلامي اكثر هناك ممكن. لا مو نقول انفتاح اعلامي يعني الكتروني يمكن يكون اكثر. انا اشوف ان شعراء شباب من السعوديه يوصلون يعني مثلا في يكون موجود مثلا في لقاء في اذاعه البحرين، فاشوف ان المشاهدين المتصلين اللي يتصلون فيه اكثر من يكون او شخصيه شعريه صار لها 30 سنه في الشعر. التفاعل مع الجمهور مع شعراء الشباب، لان يمكن قرب المنطقة الشرقية من البحرين، فهذا الشيء يخلي التواصل أكثر. وشعراء السعوديين مبدعين يعني في كل مجالات صراحة، يعني يعني بعضهم حقهم لو قلت عنهم شيء. جميل. احنا طبعا أول شيء بما أنك ضيف علينا فاحنا أول واحد بيسمع منه نص شعري قصيدة نبي القصيدة حقت خادم الحرمين الشريفين في زيارته. هذه في زيارة خادم الحرمين الشريفين للبحرين، ولكن ألترى ما أنا حافظها، لكن إن شاء الله هنا تنال إعجابكم. أقول هل تمزون أفكاري الشعرية
وحيت صحاري الساحة الشعبية من بعد ما كانت قفارا توحش اليوم صارت واحة النروية فيها من اثنان المعاني من الدر وفيها الصور والوزن والقافية فيها الولا والحب نهر جاري والصدق سور والمشاعر فية والرب يحميها من يد العابث وعند سوء أحوالها الجوية واليوم في أرجائها أتجول أقطف ألذ ثمارها الضادية كله لجل من زار دار العزة واقبل بكل الحب والحنية صقر العرب سيف العدل عبد الله اللي أسامي المجد به نسمية كله لجل من زار دار العزة واقبل بكل الحب والحنية صقر العرب شيخ صقر العرب سيف العدل عبد الله اللي أسامي المجد به مسمية أكبر فخر لا جيت بمدح شخصه واستقبله بأبياتي الحصرية قد انحنى له الرئيس أوباما رئيس أقوى دولة أمريكية واستغرب الأغراب ردة فعله والبعض أخذها نبطة سلبية لكن نقول إنه شرف لأوباما إنه يصافح حامها سعودية هامة جبل راسي ولا يتزحزح لو تحدث أقوى هزة أرضية هامة فخر متوشح بالحكمة هامة حلم هامة نصر سلمية هامة فكر واعي ولا يتردد لا حان وقت أفكارها الحربية هامة فكر واعي ولا يتردد لا حان وقت أفكارها الحربية أبلغ مثل في السلم يوم يشتت بالحلم كم من شلة إرهابية وأبلغ مثل في الحرب يوم يبدد أطماع كل الزمرة الحوثية هذا المليك اللي ملكنا فعله بزكى وأعطر بزكى وأطهر سيرة ذاتية خادم بيوت الله ومشيدها عبد الله آل سعود يلا حية هذا المليك اللي ملكنا فعله بزكى وأقنى سيرة ذاتية خادم بيوت الله ومشيدها في دار أبو سلمان له شرعنا كل القلوب بيوت له مضوية مقدم عيد ثالثا يلفينا من بعد عيد الفطر والأضحية خادم بيوت الله ومشيدها عبد الله آل سعود يلا حية في دار أبو سلمان له شرعنا كل القلوب بيوت له مضوية مقدم عيد ثالثا يلفينا من بعد عيد الفطر والأضحية من منبع الدين الحنيف تعنى يا حي والله طلته والجية من بيته الأول قلبه الثاني أخا على المبدأ يزاور خيه ما هو لتوطيد العلاقة جانا ولا لإجراءاتها الشكلية أقوى الروابط بيننا مزروعة بالدم ما هي عابرة سطحية حنا بلد واحد وشعب واحد والدم واحد والديانة هي أفكار أحلامنا وآراءنا تتوحد والفرق في أسماءنا الشخصية قوة ترابطنا تحير أعدانا لو كان معهم قنبلة ذرية هذا بفضل الله وفضل العزوة حكامنا والوقفة الجدية أبسط مثل مضروب في حكمة في حنكتهم البورصة والأزمة المالية يوم الشعوب تموت من جراها ما كدسوا الأموال للربحية هبوا مجدتنا بليا دعوة وقصوا حبال الشر بالجنبية هبوا مجدتنا بليا دعوة وقصوا حبال الشر بالجنبية ويوم الكويت تقيدت مغدورة فزوا وهزوا وهزت الندوية إلين فكوا قيدها بالقوة أكبر مثل الوقفة النشمية ويوم قالوا عن بلدنا رجعي ما كممول أفواها بالجبرية خل المواطن عن بلاه يعبر وينال كل حقوقه الشرعية دستورنا واضح ولا بخافي أبلغ مثال مطلق الحرية يا كاتب التاريخ لا تتهاون دون وخل علومهم مقرية واكتب على صدر الفخر مخطوطة بمجاد قايدنا حمد مثنية اللي رقى العليا فعل كفوفة وعمى عيون بالحسد مبنية أسس قواعد مملكتنا حتى صارت بلاد بالرخاء مبنية قايد بتر جذر الفساد بسيفه وهد حيد الخوف والأمية لو هالزمان يجود في خيراته امحال يتكرر ونلقى زيه هذا المليك اللي القلوب تحبه ما
هي محبة مصلحة قسرية، حبة فطرها الله في داخلنا، محبة أزلية أبدية. مهما كتبت وقلت لازم أوقف، حتى الفكر له وقفة عذرية، مهما تهل مزون هالبراقة لازم تشح أفكارها الشعرية. يستاهلون حكامنا، يستاهلون حكام البحرين، يستاهلون يستاهلون كل الحسن. ننتقل لشاعرنا الجميل محمد المسوي. محمد، يعني الكثير من الشعراء يعني لهم غرض من الشعر، والأغراض تختلف الشعر. محمد المسوي نجد نفسه في أمر الشعر. ما قصدك المواضيع؟ المواضيع والله الشاعر مطلوب منه يكتب في جميع الأغراض. بس أنت وين تجد نفسك؟ والله أنا أجد نفسي في الروحانيات وجدان. ولا بد انه من الروحانيات غير الوجدانيات. نبي من الروحانيات عشان عايش محتار. نعم تاثر بالجو. ولا بد يعني احنا شعراء، وشعراء الشباب اكيد تلقائيا انه العاطفه موجوده، والشعر والشعر الحماسي الان اللي في الشباب الان. الحماسه في الصوت ما هي في الشعر. في الايماءات وفي الالقاء في الايماءات ما فيها حماسه، ما لها ربط، ما في ربط بين الايماء والحماس. لا قصدي الايماءات الحركيه المسرحيه. لا الحركات المسرحيه هذه انا لا اجيدها ولا 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 ولا, ولا احبها هذا اساسا. جميل. فالشعر احساس والمتلقي عليه الحكم. جميل. نبي من الروحانيات الحين قصيده. عندي ابدا قصيدة اعتز بها كثير، ومن قصيدة مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول: يا شرب يا الهاج السما، واوقف على حد الخيال، اوقف على حد الخيال وحال تير ثالها، لان القصيدة حملها ما يقدر حتى الجمال، ولا لي على نظم القصيدة حيلة واحتالها، جتكم على ما الله كتب وانا تعبت من الثقال، اليا وقفت احطها واليا مشيت اشتالها، دام القصيده فالنبي رمز الطهر وافي الخصال، ليت القصيده تستحي لاقي من هو قالها، وشلون بمدح منكم الوصفه لله الكمال، الوصف يقصر والقصيده لو تطول طالها، الله تكفل في مديحه في كتابه ذو الجلال، وقال الله اصدق بالمديح من البشر وقوالها، يا سيدي أحمد خجلت من القصيدة والمقال، يخجل إذا جت سيرتك وانت الفصاحة حالها، يشجع نبي وافصح نبي واكرم نبي، جاله مجال بين الأمم سيرة عطره والشرف يبرالها، بتوراة موسى ذاكرك ربي بوصف لا يزال، حتى بعثت خابت ظنون اليهود بآلها، وفي مدحك الله بار بنجيل عيسى روع مثال، يا معجزة كل البشر يا نورها وظلالها، يا نعمة واجب علينا شكرها في كل حال، يمتمم أخلاق البشر وأقوالها وأفعالها، من مولدك طفل يتيم وعايش بين الجبال، الله وهبك المعجزات بقاقها وجلالها، تسجد لك أشجار وغمام الخير يتبعك الظلال، وصار القمر نصفين والنظرة سبب لهوالها، يا مغير تاريخ أمه عايشة ذل وظلال، وناصر الأمة بعد ذلت بسوء أعمالها، الذل والفتنة وشرك الله وأشياء ما تقال، من قبل تبعث والعرب يا سيدي ذا حالها، حتى بعثك الله وبينت الحرام من الحلال، والعرب سادت من يمين الأرض لين شمالها، الله يجمعنا معك يوم الحشر يوم الهوال، في ساعة تنسى لوادم مالها وعيالها، شفاعتك يا سيدي أشرف منى واطهر منال، شفاعتك يا سيدي ما خاب من هو نالها، جتكم على ما كتب ونعودت اصعب سؤال، ليت القصيده تستحي لاقي من هو قالها. صح لسانك، قبول الله. يعني هل شاركت في قصيده في مسابقه هو؟ اي نعم طبعا. ها؟ اي نعم. هذه المسابقه كانت اقامها الشيخ فيصل بن سلطان بن حميد على مستوى القبيلة، وكانت مراحل، ما هي قصيدة واحدة، كانت من ست مراحل، وحصلت على المركز الأول والجائزة الأولى الحمد لله. جميل. تستاهل المستاهل. تفضل وجهك. باقي الجائزة شيء ولا خلصنا؟ سام؟ الجائزة خلصت؟ لا هي قبل راسي. طيب أنا باسم بنطلع فاصل. أستاذنكم ضيوف الكرام أعزائي المشاهدين بفاصل قصير وسنعود. كثير أهل القلوب الوافية.
تلاعب. قناة المرجان. الشعب كله يا ملكنا يقولون سمعين الطوي يا ملكنا يردنا الشعب وفي ود عاد ومامون وانت الذي بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الشاعر محمد بن مصوي العتيبي أحد المتأهلين لنهائي شاعر الملك ضمن الكوكب 50. الله يحييكم في محلكم. طبعا عن يميني طيف وعن يساري دانة، فأنا أقول أنا أحمد من رزقني في حياتي نعمة الأطفال، أخذت من السماء طيف وأخذت من البحر دانة، فالله يخليهم يصلحهم إن شاء الله ويجعلهم بارين في والدينهم إن شاء الله. طبعا إذا أردت أن أتكلم عن حياتي المهنية، أنا أعمل ضابط في وزارة الداخلية في منطقة مكة المكرمة. بالنسبة للمسيرة الشعرية، كتبت الشعر في بيئة تهتم في الشعر من حوالي 15 سنة، نشرت في أغلب الصحف المحلية والمجلات، أغلب المجلات كانت مجلات خليجية، أحيت عدد الأمسيات، عدد من الأمسيات داخل المملكة وخارجها. أتيحت لي الفرصة للتقدم إلى مسابقة شاعر الملك، هذه المسابقة العظيمة تقدمت لها، الحمد لله تجاوزت مرحلتين. الهدف من المشاركة كان أولا اسم خادم الحرمين، كان غالي علينا في ولا يزال وسيظل هو السبب الرئيسي للمشاركة. كذلك في أسباب أخرى انتهجوها القائمين على هذه المسابقة وهذه القناة محفزة ومشجعة للاستمرار في التقديم أو المنافسة في هذه المسابقة، ومنها أنها مسابقة غير مربحة وغير لا تعتمد على التصويت. كذلك السبب الآخر أعضاء لجنة التحكيم أعضاء ذائقة صعبة، وكل شاعر يتمنى أنه يقف أمام هذه اللجنة ويختبر شاعريته، وأتمنى أن الذائقة أو أن الإلهام ينصفنا لنرضي هذه الذائقة الصعبة. فأستغلها فرصة وأهني زملائي 50 المتأهلين، وأتمنى أنه نلتقي على خير وتكون التنافس شريف، وسيكون التنافس شريف لما تحتوي هذه المسابقة من اسم ومن دعم ومن متابعة من المسؤولين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد بن خاشم بن مصوي يهني الشاعر محمد بن مصوي، والله يوفقه ويرسل عليه. السلام عليكم ورحمة الله. بارك لمحمد بن مصوي على تأهله لشاعر الملك، الله يوفقه ويسعده. أخوكم كويتان عبد الهادي الشقيق محمد بن مصوي. أهني الأخ الشاعر محمد بن مصوي على تأهله للمرحلة النهائية، وأتمنى له دوام التوفيق. وفي الحقيقة الشاعر محمد بن مصوي يعتبر من الشعراء البارزين في القبيلة، وكما عودنا دائما على الإبداع والجزالة، فأتمنى له التوفيق والنجاح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أهني الشاعر عمي محمد عبد الهادي مصوي على تأهله في شاعر الملك للمرحلة النهائية، صلى الله العظيم أن يوفق في حياته ويبارك له إن شاء الله في مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. شعبك يحبونك كثير أهل القلوب الوافية. سيدي عبد الله اللي بحب الشعب فات البس ربي ذيابه.
اللي بحب الشعب فاز، البسه ربي ثياب العوافي واكرمه، نحمد الله يوم جال الفرح باب انتهاز، افرحي يا دار واستبشري في مقدمه، يا ملكنا اللي بحنكتك نلت الامتياز، كف جود وباس في شخصكم متلازمه، سيدي كرمت شعبك بفخر واعتزاز، وعودتك سالم لشعبك تراها المكرمه. سيدي عبد الله اللي بحب الشعب فاز، البس ربي ثياب العوافي وكرمه، نحمد الله يوم جال الفرح باب انتهاز، افرحي يا دار واستبشري في مقدمه، يا ملكنا اللي بحنكتك نلت الامتياز، كف جود وباس في شخصكم متلازمه. سيدي كرمت شعبك بفخر واعتزاز، عودتك سالم لشعبك تراها المكرمه، القصايد فيك مستفرده بعد الطراز، كل شاعر فيك أعزائي المشاهدين حياكم الله من جديد في حلقتكم الأسبوعية من برنامج الديوان. أرحب بكم وكالة الحين بضيوفي في الديوان. سلام الله بخير. أخوي خلف، أنا ودي أنتقل لك ودي أسألك عن إلى الآن ماذا قدمت لك مسابقة شاعر الملك؟ حس أنه فعلا الناس يعني صارت مرتبط اسمك بمسابقة شاعر الملك، يعني يسألونك عن مشاركة، يسألونك عن المراحل، يسألونك عن شيء. ما في شك ببداية الجواب على سؤالك، يعني لعل يمكن أعظم وأهم ما قدمته لي هذه المسابقة أنها أتاحت لي فرصة أكبر للتعبير عن وفاء الشعب السعودي هذا البداية تجاه خادم الحرم الشريفين. من ناحية الأصداء بالمجتمع وبالناس، يعني ما أخفيكم أنه في كل مكان أروح له، أكاد يعني أجزم أنه في كل مكان أروح له الحديث دائما يكون متعلق على المسابقة وعن وين وصلت المراحل ومتى بتبدأ إن شاء الله، ومتى يعني تساؤلات كثيرة والمتابعة يعني واللهفة موجودة عند الشارع السعودي بالعموم، وكل يعني يتابع وينتظر على حرم الجمر. جميل. طيب احنا ودنا نسمع منك قصيدة. والله انا ما ادري وش اللي ممكن يكون مناسب في الاختيار لك، يعني انت تبغون طبعا قصائد تمثل الشعر صار صارحه يعني غزل لا غير الغزل يعني ترى عموما يعني ما هو شعر يعني لجيله كشعراء، ولكن نكتب احيانا حتى على ما قالوا نعطي نرضي الجمهور يعني ولا دبلوماسية خلاص، لكن نقول انا سوي من شري غزل احيانا محسن سياسي في قصيده يمكن انا تمثل بالنسبه لي بطاقه شخصيه او تعريف. يا سلام. وانا احب انها تتكلم عني اكثر ما اتكلم عنها. اسمها الغابه. تقول يحكى انه كان به طفل ومل العابه، والطفل طبعه منولي من حتى ثوبه، مل من خطواته العرجة وغمزة ترابه، نظرة الرحمة بعين أمه وضيق دروبه، مل من أكذوبة أستاذه وزيف كتابه، مل من جدران مدرسته وشوك ذنوبه، هل مهم الطفل هذا كان غير أصحابه، مختلف في كل شيء طيشه زعل أسلوبه، كان لو ضاف الظلام صدره ومحرابه ينزل الإحساسه وذاكرته المسلوبة، كان يبحث بالقواعد عن محل إعرابه، خطوة مجرورة بذل ويد منصوبة، كان لو ضاف الظلام صدره ومحرابه ينزل الإحساسه وذاكرته المسلوبة، يختلي بأحلامه المسجونة بدولابه ويتفتت شيء من صدره، وليل غروبه لين جا يومه وفتح لاخر طموحه بابه، وانصهر كل الجليد اللي تكدس صوبه، وجاي يفتش عن وطن حلمه وسط الغابه، في ايده شمعة حنين خنجر معطوبه، شايل دفتر جراحاته وسيل اسبابه، وما معه غير الامل بعيونه المرعوبه، ما معه غير الشتاء والبرد بين ثيابه، شيء من ريحة افراغ المدرسة بجيوبه، وذكريات كل ابوها مرة وكذابة، وجزء عمه وبعض من طاها
وبعض التوبة وظلمه وقربة وطعنة من أعز أحبابه وعبرة تتحشرج بحلقة تقل مبسوطه ورقة عليها قلب أحمر وفيها كتابة حاول أنك تحرق الذكرى وأنا مخطوبة مشهد يسرح الذهن كل ما ينتابه يوم يبتي فوق جثة صاحبه ويذوبه ويوم حطه في ذرة قبره ودم ترابه ويوم طاح بدمعة عيونه على نصوبه آه يا عمر شربته مر ليه رياضة والرجع مشاحلي أكود دوبة دوبة واه يا تاريخي الموؤود ليه رغابة هو اللي عزم شديد وكلمة مهيوبة هاك من العلم يا وقت عجاف أشعابه يوم اللي تلوطن وارض الوطن وشعوبه يا زمان ما بقى للحبة طلابة لا بقى بنفوس ناس عشيت مطلوبة يا زمان صارت الأضداد له تتشابه لين صار الصبح يخشى من الظلام يشوبه بشرف برق يزلزل عالمك وتهابه تنهدم له قلعة الأفلاك طوبه طوبه وبشرف سبع تخيل الموت بين أنيابه لا زأر خرت جبال العالم المنصوبه وبشرف حر فنادى العمر في مخلابه لا صفع وجه السماء وجستها مقلوبه وبشرف بحر فهد موجه وطشر كابه لين يترك كل ناري همده ومغلوبه وبشرف شعر يصيب السحر من يقرابه كود يصف في يديه ويدخل بغيبوبه ينهب عقوله وخلايق لسمعوه انهابه به مفاتيح القلوب حكمة مصبوبة من فرايب شاعر لقى لجيبه جابه خابر من الله عطاه عارف مطلوبه على اللي يسمعني زوته من فرايد شاعر لقى لجيبه جابه خابر من الله عطاه وعارف مطلوبه لابتعد كل القصايد تحتفل بغيابه ولا حذر كل القصايد ترتجيه التوبه لا رفع كفه وقام يشير بالسبابه شفت كل قلوب حساده تهاوى صوبه ولا تنحنح قبل يقصد واعتلى مرقابه تلفت بشعاره المزيونه الرعبوبه كود لو ما هو يسمي قبل لا يبدابه غير قالوا من كلام الجن واخت الفوبه والله انه من صميم الذات شال ركابه لين سموني عليها الشاعر لعجوبه والله انه صعب مع غيري ولا احبابه والله اني يوم قلته ما لقيت صعوبه كل بيت جر اخوه تقول حش بثيابه كل فكره تنصهر ثم تجي مسكوبه لو سمع به سيد الشعاع سال العابه واعتزل شعره ويزهد بدروره وذهوبه لو مكني حاسدي ونكتبه وعنابه غير يعرق السيد ربياتي المشطوبه ما لحنته لحن طاروق ولا ربابه كود صبه صب فنجاله صفى مشروبه ان عشقته قولوا اني نسيت كل احبابه وطبع مثلي ما يقصر بالغلا المحبوبه وان عتقته قولوا اني طفل من العابه الطفل طبع ملوك من حتى فوضى صباح الله صباح الله. انا بدي اسالكم يعني سؤال مفتوح للجميع، التصور الشعريه في مثل يعني كثيرة الصور الشعرية في قصيدتك يا خرف، يعني هل تساعد في فهم المتلقي للشاعر بشكل كبير ولا تشعب في 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 فهم هذه التصاوير الشعرية؟ والله من أول مرة القصيدة أنت تقصد تعليل استخدامها بالنسبة للمتلقي؟ للمتلقي بالنسبة فيما يخص المتلقي يمكن هي توصل الإحساس أكثر. جميل. توصل الفعل المعنى اللي يبحث عنه الشاعر بالقيمة والتأثير اللي يبحث عنه الشاعر، يعني أنا أحس بوصل معنى بشكل يكون أبلغ وأكثر تأثير على إيش. ما يتشعب إذا كثرت الصور الشعرية الواحد؟ والله شوف الصور مطلوبة عند الشاعر، الشاعر الحقيقي يعني المتلقي يبي يعني يقرأ مرتين ثلاث عشان يفهم. لا الشاعر الحقيقي يوصلها من أول من أول ما لا هذا المفروض يقرأ مرتين ثلاث عشان يفهم. لا أنا ممكن أخالف بعيد عن التقليدية بعيد عن الشعر اللي احنا اعتدنا عليه. فالتصوير مطلوب من الشاعر. انت الان تتكلم عن شعر ما تتكلم عن كلام. الكلام موجود صف كلام يعني. صف كلام اقدر اصف لك كلام من بكره موجود، لكن انت تجيب لك شعر. الشعر وش هو؟ الشعر فيه الالفاظ، فيه تراكيب، فيه اخره، فيه صور. هذه لابد انها تكون يوظفها الشاعر في القصيده، فتكون القصيده من ابداع الشاعر لما يكون مبدع فيوظفها بطريقه سهله المتلقي يفهمها. اما اني اجيب لي قصيده زي الطلاسم او اني اجيب لي قصيده زي السالفه، نعم هذه لا اني اسهب في الموضوع هذا ولا اني ارفض. انا شفت الصور الشعريه الجميله في قصيده فعلا قصيده جميله. انتقل لاخوي هاني. هاني ودي اسالك عن بدايات هاني الشعريه،
ويعني في سؤال سالم يقول لا تسأل السؤال حقي يعني سؤال دائما يسأله الشعراء بسرق منك سالم هو بس والله كلها سيدي في دائما سؤال يعني الانطلاقة الشعرية القصيدة اللي حسيتي هذه انها انطلقتك الشعرية الجمهور الانطلاقة ولا البداية؟ البداية الشعر بمرحلة مبكرة يعني كانت من ايام المتوسط كانت البداية قلب ها بعدين وقفنا بسبب الدراسة وكذا و فكانت البداية تقريبا الانطلاقة قبل 7 سنوات جميل طيب أعطنا قصيدة نبغى من الانطلاقة أعطيك قصيدة انطلاق بعد الثانوية بعد الثانوية هذه قصيدة في النبي صلى الله عليه وسلم هي حب قصايدي يقول محتاج سالم من الفكر يروي الورق طهر المذاق حتى على صدر الورق يورق سنابل قافها محتاج أكبر من شعر يسقي العمر قبل الحصاد حتى يتغلغل في جذور الوقت ري إسرافها أخفيت لمح الفكرة العذرة عن إسراب الجراد قبل أزرع الفكرة شعر تسرق نظر مشافها رح تحرث التاريخ بالهجري وانا كلي اعتاد واستوب في عيوني وسل الدمع فوق طيافها على رسول الله وقف شوفي زمن والصمت ساد لين امتلى صدري فقد والعين في ميقافها عدى زمن والغيم ما مل البكاء والليل عاد بالشوق ومصافح رؤى طال انتظار اطرافها يممت حرفي باتجاه اعظم رجل واطهر فؤاد محمد نبي الله شفيع الخلق خير اسلافها بشر به الله بالكتب من قبل يبعث للعباد وبعد الرسل بحدثت كهانها وعرافها النور شعب مولده على قصور النور شعب مولده على قصور الشام جاد ويوان كسرا هد وتساقط علوم اشرافها ونار المجوسي في بلاد الفرس انخمدت رماد من 1000 عام النار ما ماتت وحان كافها واصنام مكة تساقطت ما يفلح العابد جماد والجاهلية اهلكت ونزاع عنها عطافها اشرق ميلاده علينا الضي في كل البلاد سفينته بالحق سارت بعد المجدافة سيدنا محمد انا انتقل لك يا اخوي جازع طبعا الشاعر يعني من واجباته انه يعايش المجتمع يعني يشارك في جميع القضايا بعض الشعراء تكلمت معاهم فيقول انا عندي قصيده انا قلتها بمسابقه شاعر الملك هو ما شارك يعني بس سمع من مسابقه شاعر الملك قال قصيده هو وسمعنا اياها بعضهم يعني تشوفه يشارك يعني في جميع المناسبات هل فعلا من واجب الشاعر انه يشارك المجتمع يوصل صوت المجتمع والله طال عمرك ما بالنسبة للسابقة فعاد هو رصيده في الشعر إن شارك يعني في مسابقة شاعر الملك يعني الواجب عليه والحق إنه يشارك يعني في هذه المسابقة وقد يمكن يسأل من أغلب الشعراء أو الأقارب سبب عدم مشاركتك أما بالنسبة للقضايا فأشوف أنها أساسية مطلوب يعني إذا كانت إصلاح أو يعني مرضى حتى تخش في سجين يعني يكون صداها قصيدة طيب وفيه قصيدة يعني قبل فترة يعني بعد الله سبحانه كانت يعني سبب أنه هناك سجين يعني أتقى الله من هذه اللي الساعد الشعر حقيقية فعلا فطبعا مطلوب عليه طيب احنا ودنا جازع من قصائد اللي مثلت لك نقطة تحول في حياتك الشعرية يعني أنه الناس قالوا فيه هنا شاعر اسمه جازع بعد ما سمعوا حورت السؤال بعد لا عشان ما تأخذ والله شوف طال عمرك أنا ودي أبدأ بالقصيدة الوطنية نعم لكن طالما أنك طلعت القصيدة المطلوبة فبعطيك نيها يلا ودي أبدأ بالوطنية أشوف من أحسن لما أني منطقة نبية وأحملها من أبناء وعيان وشيوخ من قديمه كاملة قصيدة مناسبة الأوامر الملكية من خادم حوش الملك طول عمره من يسمع فأقول صلى الله على محمد اللهم صل وسلم أستبشر الشعب السعودي والفرح عم البلاد
وقامت تردد عاشق حاكمها وتحيا المملكة في ظل من كفها على شعبه يجود في ازدياد وخزاين الدولة على كل الوطن مستهلكة وسحبت الجمعة لها صوت على العالم وكاد صنعت بها كل الدول لو بعضها متشاربكة يديرها ريفة وفقارة واليتامى باعتماد حي السحاب اللي يبين فيه خير وبركة من غيثها ما ذهب واطن ما تهنى واستفاد غابت على كل البقاع الهدوي وحركة من غيثها ما به مواطن ما تهنى واستفاد وغابت على كل البقاع الهدوي وحركة ما هي غريبة مدتك جزلة وحبك بالفوات سكنت في قلب المواطن والله اللي يملكه وحكمك على نهج الولي والشرع ما فيها انحياد واللي نواكب شر خشمة لا تطاول نفركه نذوقه سمن على كبده ويبشره بالنكاد ونجيبه نقيد مثل جذل جملة ونبركه كلها على شانك يا ابو متعب مواقفنا سداد ارواحنا دونك فدا لا جنهار المعركة ولا علينا من مجمع سلحكي وهلا الفساد لو شوشروا عبر القناة وبهلا لو بالفبركة شفنا الدول بعد التظاهر شردوا مثل الجراء صارت بعد عيش الأمان ونعمتها نتفككها لو حاولوا بعض العقائد فالتجمع والعناد تبت دين الحاقد اللي موطنها ما يدرك حنا لهم بالسيف لم الحصان دينا وبالزناد نقضي على من شار بالفتنة بعزمة ونهلكة ولا يزعزعنا التظاهر ولا شربنا وزاد فينا غريزة ما نخون بالعهد متمسكة يبقى ولا الأجداد عامر عندنا ولا يباد مدام حاكمنا على نهج الكتابة ومسلكه ويكفيك حاده يا ملكنا وانت عز للبلاد أنا الوطن يحيى بذكرك يا وسلم صح الله جميل فعلا أنه الشيلات تجمل القصيدة والقصيدة تجمل الشيلة والله الشيلة زين إذا كان القصيد طيب فيه تزيد يعني جمال طيب من اتصال يا سالم الشاعر مستور الذيبي مساك الله بالخير يا مستور مساك الله بالرضا والعافيه اهلا وسهلا مستور الذيبي امسي بالخير عليك اخوي وعلى ضيوفك وعلى قناه المرقاب بشكل عام الله يمسيك بالخير يا مستور راح الاتصال شاكرين لك على هذا الشعور يا مستور ويعني ننتقل للشاعر محمد المسوي محمد مسوي يعني مسابقات شعرية تضيف للشاعر ولا الشاعر يضيف لها والله على حسب المسابقة وش هي المسابقة احنا شفنا مسابقات أسئلة الشعراء أسئلة الشعراء نعم بينما الشعراء فداها نعم فعلا في مسابقات استغلت أسماء شعراء وللأسف ما كانت فيها مصداقية وأساءت لبعض الشعراء وفي مسابقات بالعكس أفادت شعراء مغمورين الآن متسيدين في الساحة الآن في جميع المهرجانات يعني يهتموا فيهم منظمين المهرجانات وممكن هذه نقطة سلبية لهم أنهم يهتموا خصوصا شعراء المليون الآن نتسيد شعراء المليون أي مهرجان تحصل لك شعر من شعراء المليون وهذا شيء طيب إحنا نبحث عن الإعلامية لكن لا تنسى الموهبة لا تنسى الشعراء المغمورين كان شارك سام كان شارك في مسابقات المغمور والله هو شوف أنا أقول لك أنت قبل شوي طرحت لك سؤال وأنا بجيب لك عليه. إحنا مشكلتنا الشعراء الوقت الحالي الشعراء اللي الآن بدأوا إنه يبغى يصير نجم بين يوم وليلة. وهذا غلط. لابد إنك تبدأ على مراحل تعرف الجمهور يعني في المحيط اللي حولك في تتواصل أنت محمد. أنا أقول لك يعني مطلوب من الشاعر إنه يتواصل مع الإعلام وكذلك الإعلام يبحث عن الشاعر إذا سمع عنه أو يسمع محمد في بداياتك كانت متى انت والله انا بدايتي مع الاعلام
عند رقم مجلات اتوقع. انا نشرت في جميع الصحف السعوديه. الصحف؟ اي نعم، والمجلات في المجلات الخليجيه، مجله الريان، مجله الجواهر الاماراتيه. وتشوفها بعيده عن الجمهور السعودي هذه كلها؟ هذه انا اشوف انها هي بعيده فعلا، لكن كذا تحقق نسبه متابعه، لكن تحقق لك نسبه متابعه. طيب في رسم متابعه لاحظت التشهير؟ انا لاحظت فعلا، يعني جتني اصداء من في مجله الريان القطريه نشر لي يمكن 5 نصوص وحوار قبل شهرين، حوار 4 صفحات، وجانا اصداء عن طريق الايميل وعن طريق الهاتف. اما الصحف السعوديه بشكل عام، لكن نشرت فيها يمكن من عام من 99 وانا متواجد في الجزيره وفي عكاظ وفي الرياض وكذلك في، لكن هي المجلات اوسع انتشار، لان اغلب الساحه المهتمين في الساحه يهتمون في المجلات اكثر من تبقى المجله اكثر من الشهر. احنا من بدايه التسعينات، يعني انا ما بكبر نفسي تقول حطوني شهر، بدايه التسعينات كانت قبل المختلف، كان في مجله اليقظه والمجالس والنهضه والجيل. نعم، فكانت تصدر من الكويت، كان ايام الله يذكر بالخير، ما ادري هو حي ولا ميت، عبد الامير عيسى كان في زادس ومن الدريشه، وشبيب غزيان طيري، وجات المختلف عاد كوشت على واهتمت الشعراء الثمانينات اللي احنا تعلمنا منهم الشعر التصويري والشعر البلاغي والشعر. طيب ودي اسالكم يعني عن الشعراء يعني اللي كانوا على الغلاف ذيك الايام، يعني الشاعر لما يشوفهم يعني يكون عنده طموح يعني. يتمنى يعني. بس طموح كان في شاعر غلاف وكان في فتاة غلاف، لكن احنا نهتم بالشاعر غلاف. وكان عنده طموح بس يموت عند باب المجلة. نعم. طيب عطنا نبي نسمع قصيده يعني. ابشر. يقول صمت النوافذ غزاه الريح وقلقني، توغل الصوت في نومي وصحاني، وراه من غفله الاحلام يسرقني وانا مع احلامي القى نصفي الثاني. وراه من غفله الاحلام يسرقني وانا مع احلامي القى نصفي الثاني. العام هم الليالي كاف له دقني، واليوم هم الليالي علق العاني، بغيت اكابر واقول الهم فارقني، وثره مع كل غفوه ليل يحداني، قدمت ما يرضي غروري ويعتقني من سجن الاحداث، رحت اباري احزاني، المح عيون القطط قامت تسابقني، وعلمتها كيف تتجرى تعداني، قطعت عرق البصيد اللي مضايقني، وسقيت الاسماع بالقيفان مجاني، يا هاجسي اترك همومك ورافقني، ميعادنا الصبح دورني وتلقاني، على فخامة جبين العز علقني، واضمن لك تعيش لو اعيش وحداني، اعيش تايب وجمر الذنب يحرقني، الذنب ذنبي وانا المجني وانا الجاني، قل للحبيب الله المعبود يرزقني، الرزق ما يحجبه انسي وشيطاني، مديت حبل الوصل، مديت حبل الوصل من خوف يشنقني، وقطعت حبل الجفا لا يصير تعباني، يزهمني الصد والاشواق تلحقني، هجرت الاشواق وجيت الباب حرماني، ليه اطرق الباب؟ خلى الباب يطرقني، غفيت واقف على باب الله. انا ودي انتقل لك اخوي محسن. طبعا محسن، انا ودي اسالك سؤال، واذا جاوبتني لي تعليق عليه. طبعا الشعر الشعبي هل هو مصطلح حقيقي يعني بشكل عام على منطقه الخليج؟ والله انا اتوقع ان الشعر هو الشعر بكل فصوله، يعني بكل مسمياته، يعني خلنا من المسميات. قصيده انت تسميها قصيده شعبيه؟ قصيده شعبيه. شعبيه بحته. اكيد. بس فيه مقوله طبعا بعض النقاد يقول ان الشعر الشعبي هو شعر شعبي محلي. لا المحلي يعني انا مثلا في الامارات الان لو تسمي قصائد مثلا في الامارات يمكن احنا ما نفهم عليه، صح ولا لا؟ مصطلحات بس انا مفهومه عندهم، يسمونها شعر شعبي. انا اعطيك مثال، في مصر مثلا في شعر شعبي، صح ولا لا؟ اكيد. الى متى او الى اي حد في تقارب بين الشعر الشعبي في دوله البحرين والشعر الشعبي في دوله شوف انا بعطيك مثال عن البحرين، كبيئه البحرين كبيئه يمكن شويه ما بقول بعيده عن الاعلام، الاعلام متوفر، لكن يمكن اهتمام الساحات الاخرى بالساحه البحرينيه قليل. يعني انا اشوف ان الساحات الخليجيه ما تهتم في الساحه البحرينيه مهرجاناتها، يعني على قرار مهرجانات ما بسميها مسميات عشان ما حد يزعل، لكن انتم تعرفون ما تشوفون شعر بحريني. مهرجان القصيد اللي في البحرين اللي هو هو الوحيد اللي سلط عليه. وفي مهرجان الشارجه كان يعني يختار سنويا 2 من البحرين
يمثلون البحرين، لكن المدنات الكبرى اللي معروفه تبي محسن. انا اطلع البيئه البحرينيه، انا ما انتم في سؤال ايه سؤال انا اقول لك البيئه البحرينيه عندنا نشوف الساحل شعرها السواحل تجي لهجتهم تقريبا قريبه من العراقيه. ابو ذيات وزهريات ومواويل وشعر شعبي زين. هو شعر شعبي شعبي بس لكن اختلاف كلي. لكن نروح للمحرق، المحرق نشوف فيها عيسى بن راشد الله، الشيخ عيسى بن راشد الله يقوم بسلامه ويحفظه ويطول عمره، يعني لهجته ويا عبد الرحمن رفيع ويا ابراهيم الانصاري هالشعراء يعني اللهجه البحريه المغرقه في العاميه البحرينيه، نسميها شعر عامي. هذا لا ما لهم، نشوف انه قل الاهتمام في الشعر العامي. يظهر الشعر اللي هو الشعبي او نقول النبطي او الشعبي في اللي نقول فيهم يعني قريب البدوي يعني بداوه شوي اي يعني الرفاع، منطقه الرفاع الزلاق جو عسكر هالمناطق الجنوبيه اللي قريب من السعوديه، نقول اقرب لهجه للسعوديه. ما في فرق، انت شو سمعتوا قصيدتي؟ هي قصيده يعني هذا اكثر الموجودين في الرفاع يكتبون الجزء والمحرق والحد وهذا، لكن في موجود مثلا في نصف منامه وفي الساحل يكتبون يعني لهجتهم يعني نقول حضريه قريب العراقيه، وفي المحرق نلقى العاميه المقرقه في البحرينيه مثل عبد الرحمن رفيع وعيسى بن راشد. هي محليه ما سمع الا محليه، نسمي مو محليه عاميه محليه عاميه محليه. لكن الشعر الشعبي هو يجمع شعوب من اسمه شعبي، يجمع شعوب فالسعوديه هو الشعبيه فقط المنطقه، يعني اي شعر شعبي منطقة. كل منطقه لها شعر شعبي. لا لا لها مفردات، لها لهجه معينه لهجه معينه مفردات معينه. يعني مثلا في الشمال اعتقد يذكرون المؤنث، اعتقد بعض القبائل. وفي عندنا في البحرين ما نقول كلمات، بعض الكلمات كود يعني نفس ما سمعت في قصيده، ما نقول يعني مفردات بسيطه اختلافات بسيطه، لكن هو شعر شعبي وان تفهمونه والكل يفهمه. طيب ما دام عرج عن النقطه هذه، انا في بعض المتابعات القصائد الشيخ عيسى بن راشد، لا الشيخ محمد بن راشد المكتوم. اي نعم، قصائد الشيخ محمد بن راشد يعني تختلف عن قصائد ولده فزاع سهل. نعم يعني في اختلاف كبير، كان كل منهم مثل جيل شعري مختلف، يعني مثل جيل او يمثل اللهجه يعني او لا هو الشعر. انا اتصور مثل جيل، والجيل كل جيل له ثقافته، حتى الشعر كل جيل له ثقافته الشعريه. زي يعني الثقافه تنعكس على الصور والاخيله واللغه احيانا، المصطلحات حتى الاغراض احيانا، يعني اكيد يكون تاثر. وانا اتصور من بحكم انك سالت السؤال هذا، يعني من هالمنطلق يفترض ان كل شاعر يكون شاعر عصره، شاعر عصره. يعني انا مهم اقول اني انا يعني اعيش بعصر الحالي بما كل ما فيه، يعني امور ماديه بحته يراكب اللي في امور ماديه بحته. انا بخصص يعني زي ما تقول، انا ما ابي انتقد اسلوب معين أو لكن انا اتكلم بالاجمال، انه افترض ان الشعر يمثل عصره، يعني بالاخير يمثل عصره، يمثل لغه الشعر، لغه الناس، اللغه اللي انا اتكلم فيها انا وياك بعد مرضى بالشعر هي نفس اللغه اللي استخدمها في الشعر. يعني اجيب شيء جديد افضل من انك تكرر شيء قبلك لسببين، لانك اولا ما راح تكون افضل من اللي استخدمه هو عايش، لانك منسوخ، ما راح تقدر، ما راح تكون اكثر جوده من الاصل. السبب الثاني انها بالاخير ما هي لغتك انت، تتارخ مرحله وحقبه زمنيه معينه للاجيال متعاقبه. حتى نوعيه القصائد، انت ما كانوا يقصدون على سيارات قبل، الحين قاموا يقصدون على سيارات، يدخلون الكترونيات مثلا، يعني اشياء الكترونيه، الجوال، فيسبوك، يعني تلاقي موجود وانا على موجود. يعني هاي البيئه، نقول البيئه تحدد مسمى الشعر. طيب ولا سمي القصيده احسن. اقول اكتب وعين الشعر بالدمع غارقه، اكتب وعين الشعر بالدمع غارقه، يوم من وصل الخل ملاح بارقه، في داخلي له شوق لا جيت اوصفه، احس نارا داخل الصدر حارقه، سافر وخلاني بهمي وحيرتي، اطور افكاري على كل طارقه، كانه اخذ قلبي وشاله بشنطته، برضاي وانا اشوف ما هو بسارقه، اودعه والعين ما هي مصدقه، يا كيف اودع شخص مقواه فارقه، واضعف
وانا اللي دوم بالقوة اشتهر لو كان غيره قاض ما هي فارقة لمنه ليا من قاض يتشوش البصر تظلم بعين الارض والشمس شارقة وليا حضر وقت ارتاح خاطري واشوف بفر البير غابات فارقة ناس اللي يجيها الصيف تفرح وتنبسط ترحل القرب من الكون عافة مشارقة وناس يجيها الصيف تصرخ من القهر أرواحهم ترجف والأجساد عارقة يا شين حاللي ظروفه تقيدة وفوقه ردات الحظ كف تطارقة لقبل عليها الصيف يرقص من الألم كأنه تلقى أربع رصاصات خارقة الحر فقر الحال والضغط في العمل والرابعة خل من أيام فارقة ويا زين حاللي ظروفه تساعده بجمل مواني الحب ترسي زوارقه لا عاف شرق الارض سافر لغربها وعلى جبال الالب يرفع بيارقه وانا الحالي بين الاوراق مكتب اعاف ظروفي وعاتم فارقه. الله الله هذه قصه ذكرتها قصيده علي محمد شيول يا بعد لندن ما ادري يعني لندن وباريس قصيده ملايين. احنا نسعدكم اعزائي الحضور ونسعدكم اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم. يحبونك كثير أهل القلوب الوافية سلعوا الرحيم. أخوكم الشاعر خلف بن صالح بن خلف الكريا العنزي من وليد منطقة الجوف عام 1399 هجري متزوج ولدي من الأطفال أربعة ولدين وبنتين الأكبر هم وجد وصالح ووهج وآسر. بالنسبة لتجربتي بالشعر يعني بديت من سن مبكر تقريبا يعني يمكن من سن مبكر بمرحلة الطفولة يمكن 11 سنة أول قصيدة موزونة مقفاه كتبتها. الشعر يمثل بالنسبة لي أهمية كبرى وسيدي خالد بن حمود الشريفين يمثل بالنسبة لي أهمية أكبر ولما يلتقون يعني قيمتين بالحجم هذا تنتج عنها يعني حماس كبير بالنسبة لي لأي شاعر سواء أنا أو غيري. أبرز اللحظات اللي مريت فيها في حياتي الشعرية والشخصية كذلك هي اللحظة اللي تشرفت فيها في تقبيل رأس سيدي خادم الحرمين الشريفين بعد إلقاء القصيدة الترحيبية بمناسبة زيارته لمنطقة الجوف. بداية مشاركتي أول ما قريت عن إعلان وسمعت عن فكرة المسابقة كنت في غاية السعادة وتولد داخلي طموح كبير للمشاركة والمنافسة على اللقب الغالي هذا بحكم أنه يحمل اسم كبير واسم له يعتبر علامة فارقة بالوفاء والتواضع والإنسانية. من هالمنطلق هذا تولدت عندي الرغبة جارفة بالمشاركة وتحقيق يعني أكبر قدر ممكن من الوفاء والتمثل بالوفاء لسيدي خالد محمد الشريفين حكم أنه يستحق الوفاء. بهالمنطلق أنا أشكر الشيخ مسعد بن سمار العتيبي على الفكرة التي تنبع من
قيم الوفاء المتأصلة في جذور هذا الشعب الأصيل. فبعد ما سمعت بالمسابقة كنت حريص على التواجد والمشاركة فيها. اسم عبد المحسن ابن عطاء شايع الكريع من منطقة الجوف، رئيس عشيرة الكريع. نشكر قناة المرقاب على هذه الفكرة الرائعة التي تحمل اسم عظيم، اسم سيدي خادم الحرمين الشريفين هذا الملك، الملك عبد الله ابن عبد العزيز الذي اشتهر بعطائه وعدله وتواضعه. أعرف بنفسي بأنني أنا والد الشاعر خلف صالح الكريع، وأتمنى له التوفيق والسداد وأن يستطيع أن يحظى بإعجاب المسؤولين والشعب السعودي من خلال مشاركته. بداية أهني نفسي والشعب السعودي الكريم على عودة خادم الحرمين الشريفين سالم المعافى لأرض الوطن، كما أستغل هذه الفرصة لأشكر صاحب القناة لإتاحة الفرصة لنا للتعبير عن شعورنا بهذه المناسبة، كما أتمنى للشاعر خلف النجاح والحصول على المركز الأول بهذه المسابقة، مسابقة شاعر الملك. بخصوص مشاركة أخي خلف الكريه، فهو شاعر معروف على مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة وله مواقف كثيرة، هو من أكبر الشعار الذين حصل لهم الحظ بأن لقوا مولاي خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته للمنطقة، وكان شرف لنا كبير بأن مثلنا وبأبيات كانت نالت جميع إعجاب الحاضرين على مستوى هذا الحفل. وفي النهاية أشكر المرة الثانية قناة المرقاب على هذه المسابقة. شعبك يحبونك كثير أهل القلوب الوافية. يا هاجس شعر دام الشعر جدار، يا هاجس شعر دام الشعر جدار، عطري علومك من أولها لآخرها، هذا الشوار ترى ما هي بمعذورة، وانا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نجدد بكم الترحيب وبضيوفنا الكرام لهذه الليلة، مساكم الله بالخير جميع. ودي أسألك إجازة، يعني في كثير يعني من جتنا رسائل تسأل عن شيلة الفقر، حربة الفقر. أي نعم، بنسمعها. القصيدة عنوانها مكافحة الفقر، اللي هي القصيدة الثانية في مرحلة ما قبل النهاية في شارع الملك. طبعا انا اتقمصت من شخصيه الفقر. واذكر بعد شعر الجميل حامد نسمح تقمص. نعم، حامد نسمح الفكره جابها. كان لي صوله وجوله في البلد وبمتعب كسر جديه. اقول يا خادم البيتين لا وقفت لك مكان جيت، على الضحي أمي كنت من يظهر ويرفع رايته، والحين طاحت رايتي وانت السبب في ما لقيت، ما كمل إلا عجز مركي على تكايته. أنا ضر العالم وأنا ماني بحي إلا بنيت، وأنا اللي دموعي يهتى
ما تذكرت البيت وعرفت فيهم كل واحد وفهم أقصى غايته أنت الوحيد اللي على لو الذراع من قويت وابعدتني عن كل ذات كنت أهد بنايته أنت الوحيد اللي على لي الذراعين قويت وابعدتني عن كل بيت كنت أهد بنايته كافحتني وقلقتني وتعبتني لينا انتحيت انا الوحيد اللي عجز احنا مكانا ولايته اخرجتني بالعزع والقوه وبفعالك بنيت مثل غنايبنا وانا اللي واضحها قفايته اسمع صدى صوت المواطن قال يا الفقر اختفيت جاوبت للصوت المنادي اي نعم ونهايته برحت ولا لي لا مقره ولا مقيله ولا مبيت ما دام المتعب جميع الشعب تحت رعايته حطم رواد عقنيتي وافنى عزومي وابتليت وقصر اختار لي امام السارحه والبايته كفه سلاح ومدته طلقه وانا منها الرميت من داني ابعد واسلم تصويبته ورمايته على حسابي عمت الفرحه زوايا كل بيت وبانت على وجه المواطن فرحتها وكفايته واليوم يا جيب المواطن منسخ الكفه امتليت عوضك بمتعب على اجحاف السنين الفايتة كأنه يناظر لك بعيب وقال عنك ما سليت حتى ثلاث الوضع بأسلوبه وحسب درايته هذا الدليل أنك يا بنت عز ذكرت ما نسيت وسميت الشاعر معزية تبعت وصايا الله صح جميل جميل فكرة في نفس الوقت يا جازع الله يسلمك على القصيدة يا أخوي جازع تخليني أسأل أخوي هاني والعسل مشاركة ناخذ مستور قبل طيب بعد ذلك بس بناخذ اتصال معنا الشاعر مستور ذويبي مرحبا حياك الله اخوي مستور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مساكم الله بالخير جميعا مسي بالخير على كل ضيوفك الحاضرين عليك اخوي وعلى جمال وفي البداية احب اقدم بطاقة شكر وتقدير لهذه القناة الرائدة في الشعر لما تقدم من مجهودات جميلة وفي خدمة الشعر والشعراء نعم. وأكبر دليل على ذلك هذه المسابقات التي تقيمها بين فترة وفترة في البداية كنا استمتعنا بمسابقة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن عبد العزيز حفظه الله وها نحن الآن نستمتع بمسابقة شاعر الملك وفي الحقيقة تأهل زملائي الشعراء تأهل للشعر وتأهل لنا جميعا أحب أبارك لضيفك الجميل والرائع أخوي محمد بن عبد الهادي العازمي وأتمنى له التوفيق وأتمنى أن فعلا حضور محمد مصوي في مسابقة شاعر الملك حضور للشعر وأتمنى أن نستمتع بالشعر من جميع الشعراء يعني ليس فقط محمد مصوي وإنما جميع الخمسين إن شاء الله مستور أنت من المقربين لمحمد مصوي صديق عزيز وشقيق روح وشي من القصائد اللي شدتك مصوي ودي أسألك سم وشي من القصائد اللي كانت قريبة لك أو اللي شدتك والله قصيدة الأخيرة في المرحلة الثانية في مرحلة 250 كانت من أجمل القصائد لا 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 أخوي مستور احنا نبي القصائد اللي ما ظهرت للناس يعني اللي بينك وبينه يعني والله كثير بيني وبين ابو طيب قصائد كثيره لكن في قصيده اخيره سمعنيها قبل اظن اخر وحده كتبها ايه؟ انا كنت بطلبها والله صراحه طيب يعني ابغى اسمعها طيب ابغى اسمعها من ابو طيب مستور محمد يقول مكتب غزل صحيح لا يكتب لا لا يكتب لا لا يقول اكتب روحانيات يا مستر لا كل شعره غزل هو بس ما مره والله جلعبنا علينا من اول حلقه ولا يكفي الليلة خلاص طيب شكرا لك مداخله يا مستر سم حبيبي مداخله عندك شيء ضيفه والله ما بس ودي اطرح سؤال على الاخوان الموجودين عندك تفضل يعني وانت تساهم معهم برضو في المناطق يعني هل المسابقات الشعريه التي تقام بين فتره وفتره
خدمة الشاعر أم خدمة الشاعر. جميل. يعني نتمنى أن تكون أطروحة جميلة بينكم تناقشونها. أنا أتمنى أن أشاهد الحلقة لكن لظرف طارئ خرجت من 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 أمام التلفزيون، لكن سأعود وأشاهدها إن شاء الله بعد ذلك. في الإعادة بكرة إن شاء الله الساعة 4 العصر في البرنامج. بلغ تحياتي وسلامي للإخوان عندك، وأتمنى أن أبو طيب يسمعنا القصيدة الأخيرة يعني بالله طلب يعني. ابشر ابشر ابشر. طيب شكرا لك اخوي مسعود، شكرا لمداخلتك. موفقين ان شاء الله. يعني قاعد تهم روحانيات روحانيات ودخلت في ذهن الفرق. لا انا راي متعدده واحنا نطرق جميع الامور. طيب انا برجع لك طبعا قصيدتك ونرجع الخلف، جهز لنا قصيده خبز الفقير او مطلوبه منك. هنا مطلوبه منك بعد بعد ما نرجع للهاني. هاني انا ودي اسالك والسؤال طبعا للجميع، قراءات الشاعر لنصوص قدامه يعني هل تثري قريحته الشعرية يعني تضيف له يعني قراءة النصوص شعراء؟ ما في شك القراءة تضيف للشاعر، تضيف للشاعر كثير. أنا طبعا الوالد أعرف أنه أديب كبير ومؤرخ. نعم. إلى أي حد يعني أثر عليك أو على شعريتك أو أثر فيك؟ والله دائما الإنسان يتأثر في المحيط اللي حوله إيه القريب منه. أتأثرت في الوالد كثير يعني. فهد الغانم يعني اسم معروف في عالم الوالد مؤرخ وأديب راوي القصة أثرت على شاعر كذلك. نعم. يكتب نبط، يكتب نبطي شعبي. طيب تأثرت في قصائد في أسلوب وفي والله من ناحية الأسلوب كل واحد يكتب جيله مثل ما ذكر أستاذ خلف قبل شوي، الإنسان يكتب فلاجتة اللي هو عايش فيها وفي الزمن عصره يعني إيه. طبيعي ما أنا ما عشت زمن جبل يعني كل واحد يكتب زمن وعصره. شو بتسمعنا أنت مسوي أنت محمد؟ ترى واحد جايب قصيدة في الرسول وواحد جايب قصيدة، هم طبعا شيء جميل يعني. بس سمعت روحانية بقى. إيه روحانيات ترى عاد اللجنة ما تخيل اللي صاير يعني لا تسوي. سمك ايه بس القصيدة في الجوف استاهل النايفة. يقول كتبك الله على صدري غلا بين الضلوع يطوف، قبل لا اكتبك من دهن عود وعطر ريحانة كتبك الله شمال الصدر وانت في الشمال الجوف، نبضها بلقا كله وروحه دم شريانة، ترابك طهر كم زبا دخيل وكم شال ضيوف، وناسك ما تمد الا جزل وتعيش ضميانة كريمة مثل هلها جنة الزيتون والمعروف، لهم يشهد على القوة بوقت الناس جيعانة، عروس كلها فتنة اخذت من عزها نخلوف، بها مسجد عمر اكبر فخر للجوف عمدانة، وهي في عيني الجنة الأرض وهي في عيني الجنة، الأرض الساحرة للشوف وهي الميلاد والذكرى، وهي بالحال هادانة حكايات الفخر واد الفاخ، اسم لهم معروف خذت رمز الكرم لليوم مبهم سك بيبانة، حكايات المجد للجوف خيل مع صدير سيوف، رجال ما تهاب الموت لجل الموت شفقانة، أحبك كثر ما هب الشمال وصافك هفوف، أحبك كثر ما بك من نشامة حيل سنانة، نعم يا ديرتي شعري شح مقصر بحروف لو اكتب لين حد فيما وفاك الشعر. صح لسانك صح لسانك تستاهل الجوف تستاهل عزيز علينا. خلف بس انتم دائما الجوف حفر الباطن دائما تكتبوا له في الجوف حفر الباطن. والله نكتب كثير في الشخص. لا ودي لا خلينا قبل ما ناخذ الاتصال معنا اتصال مسعود ال معيد الصحفي مسعود ال معيد. حياك الله اخوي مسعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اخوي مسعود. مساء الخير استاذ سالم. الله يمسيك بالنور يا مرحبا. امسي عليك بالخير وعلى زملائك في الاستديو. امسيك بالنور اخوي مسعود وصحفي معروف وصحفي نشط. الله يبارك فيك ان شاء الله ويسلمك. انا حقيقه اشيد برنامج كرم وضيوفك دائما، لكن يعني عندي بعض الاراء والاقتراحات. يعني لو تضيف استاذ سالم بعض الشعراء القدماء في السن او كبار السن. اي نعم. عندهم قصائد دائما فيها حكم
وفيها بيوت فيها جزالة ويستفيدون حتى منها الشعراء الجدد الصغار. أبدا أخوي مسعود، على يدك الشاعر يترشحه وقدام الناس الحين الشاعر يترشحه من كبار السن ما يسهرون ما يسهرون شكرا. اي نعم، فبس المشكلة برنامج أخوي مسعود زي ما قال برنامج متأخر، الشباب ينامون بدري. أخوي مسعود ودي أسألك سؤال أخوي مسعود. تم الله حفظك. يعني الشعراء الحالي والجيل الحالي يعني ما في حكم ما في؟ لا والله على العين والراس، لكن يعني أنا دائما قصائد الشعراء القدامى لها وقع جميل جدا. فعلا فعلا. رأيك والشعراء الجدد حقيقة يعني ما بيزعلوا الشعراء الحين وصلوا للإعلام بشكل كبير. أبدا أخوي مسعود، بس أنت رشح لنا وتواصل معنا، والمجال مفتوح لجميع الشعراء سواء شباب أو كبار في السن أو تشرف أكثر من تشرف بجميع، القناة مفتوحة للجميع. تسلم يا استاذ. شكرا أخوي مسعود، شكرا تواصلك معنا. يعطيك العافية. سؤال جميل طرحته أخوي مسعود. إي فعلا والله، بس إنه هذا أحيانا يكون في قصور يا من الشاعر يا من وسيلة الإعلام. ودي انتقل لخلف، ودي اسالك سؤال طيب والجميع طبعا. الوسامه للشاعر هل تضيف للشخصي؟ يعني هل يعني الوسامه في قراءه نفسيه انها تضيف للشخص وتضيف ايضا للموظف بشكل عام انه يتدرج الى مناصب اعلى؟ هذا طبعا سؤال. انا ودي اسال خلف يعني كم جواب؟ انا بجاوب بعد. لا لا خلاص من المفروض انه يجاوب. لا يعني هل تضيف الشاعر لما لا هو انا بس سؤاله يعني بشكل اخف شوي اكثر صعب. هو يقصد لك اكيد هو يقصد لك، لكن كاريزما الشاعر فعلا كاريزما الشاعر وحضوره المسرحي الى اي مدى يؤثر في المسرح؟ مش حضور المسرح بوسامته، كاريزما حضور المسرح يكون واحد حضور المسرح. لا كاريزما، كاريزما الشاعر فعلا. مين بتودع على؟ انا ماني متكلم عليك انت ما شاء الله. شوف 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 لكن تفضل تفضل اكيد له وجهه نظر. بشكل عام عموما امكانيات الشاعر كشخص او كشاعر يعني كشاعر احنا في كشجل لا امكانيات في امكانيات تخص تتعلق بالشعر امكانيات الشعريه ادوات الفنيه والادبيه البحته وفي امكانيات شخصيه يعني سواء درجه الصوت جمال الصوت مثل الاستاذ وفيه الشكل الحضور امور كثيره الثقافه العامه يعني اكيد انها تخدم اي خارج الحروب اكيد انها تخدم اي شيء شيء يضيف اذا اجاد يعني إذا أنه يعني وظف عناصر لأننا كنا نتكلم عن الغلاف الشعر الغلاف لازم يكون كاريزما وسيم شخصية شخصية لازم يكون بس ما نخرج عن الشعر يعني عشان نتكلم عن الشعر الأخير إذا 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 إذا, إذا كشاعر ما قدم نفسه كشاعر إذا كان صورة بس مميز صورة بلا روح تمحيه السنين صحيح. إذا كانت صورة بلا لكن في حدود الشعر في حدود الأدب في حدود المعقول يعني لا تسيء نفسك بشعرك ولا تسيء نفسك بحركه تسويها ولا تسيء نفسك هذا ما انت وجهه نظرك اي نعم فيعني هدف الى نفسك انت لابد كل انسان هدف لابد انك تنظر الى هدفك وتحاول انك تسير الى هذا الهدف لتحقيقه فالوسامه تجي عند الزمن تاثر فيها سلسله من الشعر يعني ادب روحاني اكثر من كونه يعني شعر لكن انا سؤال يعني مع الشاعر مع قوه الشاعر هل الوسامه سلاح اضافي؟ احيانا ما هي سلاح احيانا تكون الاعلام ممكن الاعلام هو اللي خلاها سلاح يعني فرضت علينا فرضت نعم جاز لي وجهه نظر اسمح لي بالنسبه للوسامه فانا اشوف انها قبل الشعر يعني الوسامه مطلوبه 100% لا شوف يعني يمكن ما انت يعني الشكل المطلوب اساسي اغلب الشعراء مشهورين يعني اعلاميا يعني ما شاء الله عليه وسيم مقبول يعني لا وجه اعلامي مقبول من جميع المناطق اعلامي فعلا هو وجه اعلامي وجه اعلامي انا اذكر ان بعض المواقف في احدى المجلات كانت تهتم في الوسامه فاحد الشعراء في عدد واحد حسبت لها 14 صوره في كذا موقع سافر جار مولود وقصيده وعلى غلاف صوره من حقه يا اخي جيب الجماهير وسيم لا تفرق انا معلش انا ضد كلامكم كله صراحه
سعد بن جدلان كل انا بقول اتمنى انا اتمنى عشان كنت دقيت الوتر الحساس انت لا لا هو المشكله طريقه توظيف استغلال الوسائل الاعلاميه لاي عنصر بارز باي شاعر بس خلينا نكون صريحين يعني احيانا خلينا نترك الدبلوماسية الجوانب الشكلية لا ابغى جوانب الدبلوماسية لا معليش بس انا بذكر نقطة مهمة يعني حتى الان الاسلوب الشعري فرضوا على الشعراء اسلوب شعري محدد انه اسلوب تكثر فيه لغة الآلة تكثر فيه اسلوب رفع الصوت اسلوب النهاية لكن انا اقصد ان الاعلام لما الاعلام يكتبس جزء معين يسلط الضوء على ناحيه من الصوره ويلغي الباقي يلغي المشهد الاخر يعني هو يكتبس اللي يبغاه الاعلام ويروجه بطريقه حتى يروج سلعته يعني جميل. اما اذا كان يعني نتكلم عن قدرات الشاعر كشخص قبل ما يكون شاعر وكشاعر من حيث مثل ما ذكرت لكم عناصر معينه اكثر من عنصر سواء شكليه او معنويه فهي بالاخير مجرد صبل يعني توصل انا اسمح لي اغلب الشعراء المتميزين مو هو وسيم يمكن ما خدمها وسام ولكن يعني نتكلم يعني بكل بدون تكلف وتصنع الوسيم والزين يفرق كل حاجه كل حاجه طالع الزين صراحه كل حاجه جاي هذا الزين جايبها معك ودي اسمع من خلف خبز الجديد لما مطلوب يا خلف كثير زين هذه طيب اسمها خبزة احساس الفقير طبعا هي يمكن تكون عاطفية او تقول علمتني المترفة وشلون احس اني ثري نصبتني عرشها ونصبتها عرش الحصير بس انا علمتها بصدقي وصالت جوهري كيف يحتاج الغني الخبزة احساس الفقير اشعلي يا نجمة العشاق ليلك واسهري امشي بنفس الطريق وجربي نفس المصير بلغي صادق تحياتي لحزني وقهري يوم كان الشوق ما يرحم ولا عنده ضمير ويوم كان الشوق ما يرحم ولا عنده ضمير وانت تعبتي من دروب العشق واظناك اصفري اذكريني تستريح الريح وطيب المسير واذكري تاريخي الموؤود بنقاض ظهري شهقت الخطوه الاخيره طيحت الحلم الكبير رحله مالي فتاه اوراقي اطلال صوري سكره شعاري رماد ضلوعي احساس الوفير وغدر كلي محترم صدري ولا صان ظهري وطعنه من يومها ومرت ايامي بخير طيري بسر ظنياتك ووصلي للمشتري وانثري خواطرك في واحة الليل الضرير اذبلي وتساقطي وتكسري وتبخري وانطري على جدار الذاكرة كحل وعبير وانت عبتي من دروب العشق وانطري على جدار الذاكرة كحل وعبير سوفيني للبنات اللي يتبصوك اخبري لا ضحك العبارة لا صدح ضحك العبارة وجلسا حول الغدير كان يا ما كان وتغص الحروف وتنقري سالفة حزني صفحة خدك الدمع الغزير كان شاعر غير لا أبو الطيب ولا البحتري كل ما قالاه جمهوره من الفرحة يطير كانت أفكاره كنوز توهب أصبع آلام نحت على الثرى يصبح ثري كيف أجل لو ينظم إحساسه من خيوط الحرير صور فيني وانت غشك الدموع تذكري يوم كان الحلم نهر وكانت عيونك هدير ويوم كنت أخاف ما يملى عيونك مظهري وانحني مشان ما يفضحني الثوب القصير اسألي كل الشوارع والحدايق واظفري كيف كنت بكل يوم هديك باقة ورد غير كنت أوقف باخر الشارع وراقب واحتري لين يهدى الجو وتنقى لك الورد النظير كل ما مر برصيف يقول خلصت ازهري وكل مقطف ورده اللي جنبها منها تغير اسالي شباكك الوردي وشرده بنظري لا قعدت الف زبله بيتكم كني غفير كنت حاصر غرفتك بجيوش عيني وبصري كني عشن بشباكك كن العين طير اخ لو عشت انتظاراتي وشفتي منظري لا سالني جاركم مش بك هنيا تستدير والمصيبه دايما عذري ضيع دفتري يبتسم ويصد وانا مصدق العذري خطير وبس يدخل اسمعه يضحك
صوت مزدري حنا بالعطلة وصاحبنا على الدفتر سهير اسأل أمي عنك دربالي وضيقت خاطري اللي سألتني يا وليدي وش بك ورد الزفير يا رفات الطيش في تابوت الأحلام البري من خذلني بالنهاية من خذلني بالبداية كيف أصونه بالأخير ما بقالك غير سالفتي وشعري وصوري سولفيه للشموع الحمر والفرش المثير للستاير للأساور للحاف السكري للهدايا للتحف المزهرية للسرير ويوعدك وقت الحصاد هتجاهل الجوع العري بس لأجل أكتب حروف اسمك حبات الشعير لأجل علم هالزمان المستبد العنصري كيف يحتاج الغني لخبزة إحساس الفقير. الله صح. تجاوز بعض الأبيات. يمكن ماخذ تم صيفي عند صارك. لا يمكن دور ثاني. دور ثاني. صح حسان صح حسان. صح. باسم لا زال معنا اتصال موجود. طيب معنا الشاعر والإعلامي ناصر السحيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام على أخوي ناصر. تشرفت والله بالسماع قصيدة أخوي خلف قبل شوي وكانت جدا جميلة صح الله يسلمك واتصالي كان فقط المشاركة والترحيب بشعراء المملكة لشاعرنا الجميل والأنيق محسن الحمري الله يحييه وشاهدت فيه مجروحه وكذلك الشاعر خلف والشاعر هان وضيوف الموجودين عندك الشاعر محمد مصوي والشاعر جازع اسف ونعم ونعم بالجميع وصح الله لسانك كنت متابع للحلقة ولكن دائما الضيف له حق وضيفنا في المملكة محسن الحمري شاعرنا الجميل استاهل فكان اتصالي فقط للإشادة بالجميع والترحيب في اخونا كان ضيفي مساء البارح وبلغني والله عن البرنامج وكان حضوره جدا جميل تفاجأت صراحة انه الجميع كان لهم ابداعات فوق المستوى اللي توقعنا تكون فيه بعض القصايد تجاوزات يعني انت تعرف اسماء معينة الشاعر فلان والشاعر ثاني لكن تفاجأت انه في شعراء مبدعين بشكل فاتشرف فيهم الجميع اتصالي فقط كان مشاركة وضيفنا وكذلك ضيوفكم قناة مرقاب والف شكر للجميع طبعا شاكر لك ناصر على شكرا وجهك لك بيضر وجهك انتقل محسن انا بدي اسالك عن يعني المشهد الشعري في دولة البحرين كيف تشوفه يعني والله شوف من ناحيه الشعر من الداخل البحريني من ناحيه الشعر من ناحيه الشعر نظر عن شعراء ومبدعين بلا حدود في موجودين طيب وين الاعلام البحريني انا بشوف في قنوات شعبيه في جميع دول مجلس التعاون يعني دولة البحرين ما فيها قناة شعبية توقع لا فيها مطبوعة شعبية ولا قناة شعبية عندنا طيب القصور يأتي يعني من الداخل أكيد أنا أقول لك الإعلام الداخل عندنا تعبان باستثناء الإذاعة والصفحات صفحات اليومية صفحات أسبوعية اللي هي منها صحيفة مميزة وأخذت ممكن المركز الثاني في الخليج يعني أو المركز الثالث أو الثاني في الخليج كأفضل صفحة أسبوعية صفحة محمد الخلف اللي هي أحلى الكلام طيب. وعنده برنامج هو أحلى الكلام بعد نفس الشيء فساحتنا موجودين الشعراء لكن نفس ما قلت لك ترى القصور من الطرفين يعني من الشاعر ومن الجهة الإعلامية طيب إذا ما في جهة إعلامية عندنا قصور من ناحية الإعلام في الشعر الإعلام الشعر الشعبي يعني منسي تقريبا لكن شعراء موجودين ولا حسبت لك اياهم او عددتهم بكون بخست حقهم صراحه جميل جميل شعراء وانت وصلت فعلا وصلت الينا وصلت الى الوساطه السعوديه يعني كل من سهل طريق الاعلام اكيد اكيد وصلنا اسم معروف محسن الحمري معروف في وهذا اكيد تستحق الشيء هذا الله يسعدك بنرجع لك بس بناخذ اتصال وبعدين بناخذ فاصل معانا اتصال هاتفي ابو عبد الرحمن حياك الله ابو عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساك الله يحييك. أسعد الله مساك الله. أمسي عليكم ومسي على ضيوف الكرام. أخص ذكر الشاعر جازع بن سفران. حياك الله أخوي. وأنا سمعت له في ديوان صوتي شيلة طيبة، أتمنى أنه يشرفنا ويشرف المستمعين. سمعتها. وش اسم عبد الرحمن عندها؟ نعم. وش اسم الشيلة؟ شيلة اللي وانا جاهز الله يسلمنا والله ما بالضبط لكن يعني معروف انا
اتمنى انه يعني يقولها لنا. ابو عبد الرحمن وش غزليه ولا وش هي؟ لا غزليه غزليه الله يحييك. اي غزليه خلاص. طيب خلاص امشي. اي نعم مشكور ويطول عمرك. شكرا لك ابو عبد الرحمن، شكرا لمداخلتك. معانا نايف ولا ابو نايف؟ السلام عليكم. هلا والله اخوي نايف. مسيك بالخير. مساك الله بالنور اخوي نايف، مرحبا. طيب ابن قراش. يا الله يحييك ويبقيك. اخباركم زينه؟ الله يسلمك، مداخلتك يا ابو نايف. مداخلتي طال عمرك، احييك واحيي ضيوفك. يا هلا والله مرحبا. ونطلب من الشاعر محمد المصوي قصيدته الاخيره. يستاهل. اخر لا كتب. محمد المصوي في الطلبات واجد الليله، في قصيده معينه؟ والله منور الشاشه. يستاهل ابو اخر قصيده كتابها انا اطلبها. ابشر ابشر يا نايف. اخر قصيده. لا انت لا. شكرا. شكرا والله. شو رايك نطلع من طيب يعني ودي انتقل لك يا محمد الان. لا خلي بعدين الوصف. طيب معك الاتصال. الشاعر عمر الساري، هلا والله اخوي. هلا اخوي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمر الساري من جمعيه الثراء والفنون، هلا والله. الثاري بالثاء. عمر الثاري. عليكم بخير. حياك الله. انا ما ادري، انا ماني قريب من التلفزيون. نحن ضيوف الليله شعراء الملك. نحن ضيوف. ويعني معي عمر الثاري من جمعيه الثقافه والفنون. اي نعم انا عضو بجمعيه الثقافه. تشرفنا باتصالك يا اخي عمر. امسيكم عليكم بالخير. يا هلا والله. والله يعطيكم العافيه. الله يحييك. ومسي على ابو صالح وهاني صراحه النخب المختلفين. شعراء يعني، بس انا والله سهران معكم مستمتع معكم، لكن احس ان الوضع رسمي زياده عن اللزوم. انا ابغى اطلب من ابو اكرم هاني العيسى لو تكرم يسمعنا. طبعا هو كان له صديق، هذه بيني وبينكم، كان له صديق الله يعطيكم طولة عمره توفى. فكان هو دائم الظاهر اذا ما خانتني الذاكره كان دائم هو يروح وياه المطعم او زي كذا، ففقده صاحب المطعم او راعي الشاورما او انا ماني استحضرني القصه بالتمام، فساله عن الصديق هذا، قال وين صديق انت سوا سوا؟ بالله ابو اكرم لو اكتظمت استمعنا. طيب ابشر. طيب توفيق للجميع وامتعتونا وانا متابع. وصالح لا ينسانا ورجاء نبغى غزل، وترى البساط احمد يا شباب. طول عمرك. شرفنا الله يعافيك. شكرا. اليوم مالي بالروحانيات كلها. لا خلاص بعد ما ما يروح على رجع لك. بس ناخذ اتصال ثاني. معاه اتصال ثاني. الاخ محمد العتيبي. حياك الله اخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال طيبين؟ حياك الله محمد. شو الشعار اللي عندكم؟ والله الشعار يسمعونك ويسلمون عليك. والله انا حب الشاعر يعني الشاعر الكبير حمد الوصل. حمد وصل. اي نعم. معنا ان شاء الله. اي صرت غيبه يعني ما. خلاص هو بيكون معنا ان شاء الله يوم الثلاثاء. يعطيكم العافيه. الله يحييك. مرحبا حي الشعراني عندكم. السلام عليكم. الله يحييك اخوي محمد. محمد الظاهر يشوف حلقه يوم الثلاثاء الجاي. شكرا اخوي محمد. طيب ان شاء الله نسمع. لا نرجع. طيب باسم. اتصال. طيب اخوي حمد اتصال مع حمد. حياك الله اخوي حمد. تسمعون كلامه هو. الو. هلا اخوي حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ومرحبا. كيف الحال؟ حياك الله اخوي حمد. شلونكم عساكم طيبين؟ الله يحييك يا مرحبا. احب امسيكم بالخير واسلم على اخوي محسن. حياك الله. محسن يسلم عليك الشيخ فيصل السحيمي. الله يسمعك محمد. يسمعك محسن. تسمعني اخوي محسن؟ اي نعم اسمعك طال عمرك. كيف حالك؟ خير الله يطول بعمرك. عساك طيب. خير الله يسلمك. انا اطلب منك قصيده تخفيف. طيب. القصيده اللي ما جبتها. طيب ما شاء الله. القصيده اللي ما جبتها، نجيب واحده ثانيه اقل منها. تعوض غيرها ان شاء الله. ترى ذيك احبها ذيك القصيده، اذا بتجيبها. الله يطول بعمرك، والله اني ما جبتها معي، لكن اجيب لك واحده غيرها، ابشر. تسلم الله يسلمك ابو بطي سلام واجد. شكرا الله. شكرا لك اخوي حمد. طيب ناخذ اتصال ثاني يمكن عشان طلبات الشعراء. هلا اخوي خالد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب ناخذ اتصال ثاني يمكن عشان طلبات الشعراء.
اخوي خالد اسمعني اسمعني من الهاتف الله يجزاك خير. كيف حالك يا جميل؟ يا هلا والله. أمسي على الشعراء الموجودين عندك. الله يحييك. وخص الشاعر خرف الطيب. حياك الله. ودنا نسمع منه قصيدة القنبلة إذا في مجال. أبشر إن شاء الله. أوكي. شكرا لك يا خالد. أبشر يا خالد. شكرا لك يا خالد. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم. قناة المرقاب الفضائية. المرقاب الشعب كله يا ملاك يقولون سمعين الضوء يا ملاك الردى الشعب وفي والدعاء شاعر هاني فهد غانم الخالدي العمر 29 عاما متزوج ولدي ولدين أعمل في الأمن العام. تشرفت بالمشاركة في مسابقة شاعر الملك والحمد لله تأهلت من بين 50 شاعر للمرحلة النهائية. كانت البداية بداية أي شاعر، فأنا نشأت في بيت شعري فوالدي الأديب فهد الغانم شاعر ومؤرخ. كتبت الشعر في مرحلة مبكرة من العمر وكانت الكتابة بشكل أفضل قبل 7 سنوات. أحييت الكثير من الأمسيات الشعرية والمحافل الرسمية حتى أعلنت قناة المرقاب اسم مسابقة شاعر الملك التي تحمل اسما كبيرا لشخصية عظيمة وقائد حكيم سيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. فكانت هذه المسابقة بالنسبة لي طموحا وحلما كبيرا. أنا والد الشاعر هاني فهد غانم الخالدي أشكر القناة التي تبنت هذه الفكرة وهي أقل ما يعمل لملك الإنسانية. هذا ملك القلوب ولد الملك عبد العزيز الذي لم تلد الأمهات مثله. أسس أمه خرجت منطقة الجوف تستعجل إطلالته فبعثوا طليعه لمبايعته رحمه الله الذي جمع بلاد المملكة المترامية الأطراف في ظل دولة واحدة. وأتمنى للشاعر الولد هاني أن يتأهل إن شاء الله ليكون مع الأوائل إن شاء الله. وأشكر صاحب القناة مسعد العتيبي الذي لم يجعل هذه المسابقة هدفها ماليا بل هدفها لمسابقة الشعراء في الملك خادم الحرمين وهي أقل ما يعمل للملك. مما لا شك فيه أننا فرحنا بهذه المسابقة
التي تحمل معانا عظيمة، ألا وهي مسابقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ملك القلوب ملك الإنسانية. ولسان الحال يقول كما قال الشاعر خالد بن عقلة الخالدي: لما أبو تركي وحد الشعب بالبتار صاروا إخوان بعون ربي وتسهيله، وحد جزيرتنا عسى ما تمسها النار، خلى الغنم والذيب برض الخلاعيله، الله يعز ملوكنا الواحد القهار، الله يصون المملكة من غرابيله، هي أمنا عشنا بها من قديم أحرار، نمشي على ما سنها الله بتنزيله. أنا ونيس الدرعان الخالدي صديق الشاعر هانية الخالدي، بالبداية أشكر حضور قناة المرقاب وأشكر القائمين على المسابقة والداعمين لها. حقيقة الدخول في مسابقة مثل هذه وفخر عظيم وشرف كبير، فيكفينا لقبها شاعر الملك. وأعتقد أن إن شاء الله الشاعر هاني سوف يتجاوز مراحل ومراكز متقدمة. شاعر أجود فهد الخالدي الأخ الأصغر لهاني فهد العيسى، الشاعر هاني العيسى، حيث أنه أطل علينا بقصائد تبرز لنا موهبه العذبة وأمكانيته وتمكنه، حيث أنه شاعر يزرع الدهشة فينا ويزرع الدهشة بمتابعيه، شاعر يكتب بجمال وتمكن. وببداية أشكر قناة المرقاب بهذه المسابقة الجميلة التي يتشرف بها كل شاعر، وهي مسابقة شاعر الملك. وبالختام لا يحق إلا أن نشكر صاحب القناة الشيخ مسعد بن سمار العتيبي لهذه المسابقة، وشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم المهندس فرحان من العيسى. الحقيقة نحن جماعة العيسى وقبيلة بني خالد جميعا فخورين بوصول ابن العم هاني فهد العيسى إلى المراحل المتقدمة ووصوله إلى المرحلة النهائية من بين 50 شاعر، ونتمنى إن شاء الله حصوله على اللقب بإذن الله شاعر الملك. ونشكر قناة المرقاب وعلى رأسهم الشيخ مسعد بن سمار العتيبي، وبالتوفيق إن شاء الله لجميع الشعراء، وشكرا. شعبك يحبونك كثير أهل القلوب الوافية، يا بلادي يا بلادي أنت فخري ومرادي، لك حبي ووجدي مفعما في كل وادي، لك حبي ووجدي مفعما في كل وادي. قد حضنتني صغيرا ورعيتني كبيرا وتركتني قديرا كل يوم بازديادي، وتركتني قديرا كل يوم بازديادي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، نرحب بكم في هذا المساء الجميل مع شعراءنا الجميلين وضيوفنا المتواجدين معنا لهذه الليلة. يعني احنا قبل فاصل جانا طلبات كثيرة وجانا لاتصالات من كل شاعر طلب. قبل ما اخذ الطلب فيه اتصال من فصل خط يا باسم. طيب ودي ابدأ من عند جازر سم ابن ختم. طيب منكم الان يعني كلمة أخيرة، ونبي قصيدة لكل منكم. والطلبات أبو أكرم و أكرمي، وفيه قصيدة زلية عند محمد وعند بعد 12 روحانيات راحت. أي خلاص. أي خلاص من الساعة 12 ما عندي روحانيات. أي خلاص. طيب بنعطيكم القصيدة وبعد هذا. يقولون صوتك قوي ترى في الشاشة. ما أدري والله. لكن أنا أمريكا والله. لا والله خلينا. لا والله. يقول يا مهجتي في غابتك مشتاقي، شقب دوي الأرض هاي منطورة،
لا جرمنا المطرش جاس الباقي شاف النبات بهجته وسروره شاف النبات بهجته وسروره أتعبت لك روحي ولك تنساقي وفي مثل حبك ما هي معذورة لو تبتعد عني تشين أخلاقي كابتن فريق وفاقد الجمهورة كابتن فريق وفاقد الجمهورة أطعمتني ريقك وأنا ذواقي والقلب ضايع واشتاق عذافورة الشوق في قلبي غدا حراقي والوصل صارت حارته مجورة والوصل صارت حارته مجورة أعهدك ما خون بالميثاقي ولا بهدم البيت واهدم صوره سرقت قلبي واشتبي وشباقي ولا رحمت المبتلي وشعوره ولا رحمت المبتلي وشعوره أنت الجئي يا عبد الله مشرجي أسكنتك بعيني وجفني واقي وطبعت لك صورة ولا صورة أنت الجميل اللي جمالك فاقي سبحان من جمال ملامح نوره سبحان من جمال ملامح نوره سلامتك صح لسانك صح صوتك يا صح صوتك الله يسلمك ما تجيب الا الزين يا ابو تسلم والله كلمة الزين هذه حطوها بس بمصوي لبيك كلمة خير نبي قصيدة والله قصيدة ولا أول شيء ولا عطنا كلمة كلمتك الأخيرة والله كلمة أخيرة سعيد بتواجدي بينكم والله سعيد يا ابو مصوي وإن شاء الله نتواصل ما ينقطع إن شاء الله قصيدة هذه قصيدة عاطفية ما يطول شوي شوفك تنحاش عن الغزلية بالعكس انا لو انا ودي اسمعك من الفجر اعطيتك غزل يقول يا مقيله ما عاد في ظلي مقيل شدي رحالك وارحلي يا مقيله قلبي صبر والصبر بقاله وجميل سنين وعروقه عليت مميله شال التعب لكن تقاسمنا الحصيل شويلت وشويلي وشوي من الشح الزمان وطاحت عذوب المشيل والبرق مقفي والعيون تخيله أنا الكريم اللي على نفسه بخيل يلي كثير تباخله بقليله يلي بخلتي في دلال زنجبيل وشلون لو ان الدلال مهيله القلب يبكي لو دموعي ما تسيل كلش ولا دمع العيون أسيله يفرح بي الشامت ويزعل لي خليل أرحل وسري بالخفوق أشيله وكافح لو جاع بالطب البديل علو عسى وإن الجفا ما تخيله إن الجفا إن كان تبغين الدليل كني سوات اللي يدور شيله نظم تقاف نفاك والساعي دليل في طرقته باسم يجيكم دليل الله صح 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 أبو أكرم أبو أكرم طبعا عندك أبو عبد الرحمن طلب منك سيدة أكرم مش القصيدة القصيدة لها قصة طبعا وشيء الله يرحم أكرم يرحم جميع من تم اسمي رحمة الله كنت رايح أحد الأيام كانت ليلة عاشوراء كنت رايح مطعم على أساس سحر فدخلت المطعم وجهني العامل اللي يشتغل في المطعم فسألني عن ما يعرف اسمه قال صاحبك يجي معك من زمان ما شفته يعني انقطع فكان يشرح لي
وانا عارف انه يقصده حتى انه كان يوصف ملابسه الله يغفر له يرحمه. فطلعت من عنده وكتبت القصيده. يقول صديق اصبر علي فيك عقلي فقد كل اعصابه درب الحناجر عجز رويك سؤال مني لك اجابه تسال عن اللي بالريك مشف طريقي مع العابه صديق قصدك صديق الضيق صديق قصدك صديق الضيق اللهم صل على محمد تسال عن اللي بالريك مشف طريقي مع العابه صديق قصدك صديق الضيق ما تشوفني اليوم او لابه صديق قصدك صديق الضيق ما تبقى العمر لاصحابه صديق قصدك صديق الضيق كل الاماكن بعطيابه صديق قصدك صديق الضيق بالمقبره باقي انصابه صديق قصدك صديق الضيق خالص دعائي لا حيابه صديق ما له خبز دويك رد الطلب امسك حسابه عساي من هالخبر ما فيك وعيش رجلا بالعصابه. الله حسنا صلى الله عليه وسلم يضب حياه الجنه ان شاء الله. محسن الطلب اللي طلبه حمد ما تخميس هي ولا وش؟ لا تخميس ما جبتها اليوم وياي نجيب له اخف منه شوي نبيك عشان ساهر ما جبتها معي. اي والله اقول عودت نفسي اشد العزم ورق المحال واخترت لي نجم بالعليا مجاوز هيل يقريني الصعب واتحمل حمول انتقال واسل الدروب الطويله في نهار وليل واخترت لي خيل ما يقبل نسبها اجدال ما كل خيال يقدر يحلم ما كل خيال يقدر يعزف المستحيل حره ودرب الوصل معها بعيد المنال وانا عزفت الاصيله ما عزفت لي خيل ولا لما جيت متوشح بيوت جزال لأن الجمال الحقيقي يستحق الجميل أكيد لو شافها منه بضوء الليالي خلى مكانه لها ومسا يدر العويل إن قلت عنها رقيقة ما وصفها الخيال زهرة قرنفل اللي جرحها النسيم العليل فيها من لين ليلقس الجبال لو تلمس الصخر يتنهد ودمعه يسيل إن قلت عنها رفيقة الرشاقة مثال يكفي تناظر بدقة القوام النحيل ما هي طويلة ولكنها تغيض الطوال تاخذ شموخ ورفعه من شموخ النخيل كل عذب فيها محمل بالغنب والدلال أظنها فوق طاقتها أنوثة تشيل توقفت ما بقابي للتأمل مجال يتشتت الفكر ما بين القدم والجديل واليامشت مال عود الخيزرانه ومال يميل قلب ابن حمري وين ما هي تميل ما بين خف الضبايعها ثقل واعتدال ما طالها العادل الواشي بقال وقيل لا تكلمت ما تقول الا يحلو المقال لسانها الحكي يتحول لشعر جزيل لا تبسمت في محي الحزن شد الرحال حل الفرح في صدور الناس عنه بديل ولا سلهمت سحر يستملك قلوب الرجال اشدهم طاح قلبه في هواها قتيل هي كاملة حسن واستغفر رب الكمال لأنها الحسن يفرح جيل ويقيض جيل وأنا أسرتني ونلت من المحال وصال وثبت أن الجميل تستحق الجميل. الله صح عبدان صح عبدان خرف عندك المتصل قبل شوي طلب قصيدة القنبلة طبعا الله قصيدة يمكن ما تحضرني كامل لكن بقول اللي أحفظه منها يقول الشمعة اللي تطفي بقلبي وتسهر بحدقي كم حلم رفرف حولها مثل الفراش وتحرقه والشيطين اللي قبل عامين زار المفرقي كان نظيف صارنا الليلة قبيلة مطلقة الصاحب اللي كنت أظنه صاحب شهم ونقي وشلون طاوع نيته في مثلي وخان الثقه اللي بأثار رصاص بدرع صدري يتقي كم طعمت خذيتها عنه وكم خدت بشقه اهديتها حصاني ولبسته شدادي وبندقي من يوم ما لفيت له ظهري وماني بطلقه وخوجه تكفخ هنا بين الضلوع وتلتقي عويلها ذيب صدري طول رومه يرهقه وفيوح منها الدم بعروقي ويشتد عرقي تفزع لها بالمحجري دمعه عزيز وشهقه على زمان يمتحن صدري وانا رجل انتقي ما قد سمع في دور راعي الحلم لا ثار اتقه كني معه بندق وهو ورعن ولا ذاب الشقي يلعب على زنادي وانا اترجاه ويلك يزعده حتى ليضيق علي بالي هكا الورع الشقي ورطته من الموت لين اشوف دمه غرقه لا يا سماوات التعب
ركي علي واطبقي والله مرجى منك لا رحمة ولا رومش فقه لو تدعسين ضلوعي والعوجة فلا قول ارفقي وانا ولد من ينتخي فيها الدخيل وتعتق على زلت مارس رغبتي ورثت من جد الوفي الصادق المتصدق غير اسمه الشامخ نباه وطيب راسه وحذقه يظنه يقول اقضب العلم الصحيح الاوثقي ترزل الشعر اعمقه ترى اطيب القول اصدقه ترى الشوارب يا ولدي وعين خلك حالي شارب دسم مفعوله وشارب مفعوله تحذق اتذكر وصاته خلط لمت قبرك بشنقي وانا وصاتي ان شامه تدبروني بشنقه زلت مارس رغبتي في ليلكية غوصي لو كفروني شعبك وقالوا تمادى بالسده لو حاصروني في قفص للاتهام الزئبق لو حاصروا صوتي وجروني لحبل المشنقة قولوا لهم هذا خلق شمسي روعة مشرقي والشمس سنتها اللي غابت تعود مشرقة وهذا اللي حذرني من هواء طول عمرك شاكر لكم الله حضوركم شاكر لشعراء الملك محمد مصوي بيض وجهك اهاني خالد بيض وجهك وجهك ابيض خلفك ريع وجهك ابيض طبعا ما كلف ضيفنا وبيضافنا وضاف لحال الحلقه صراحه الله شرفنا شرفنا الله يتشرفنا شرف لوجودي معكم يعني شعار ما عليهم كلام ما عليك زود وحضوري معكم يشرفني طبعا الله يسلمك حضورك شعب الجميل شعب الزين الله يسلمك الله يسلمك الزين هذا حق الله الشعر الزين الزين كذا ما شاء الله خلص يعني كانت كلها لا شعري ولا ما شاء الله كلام تجاز وحضورك الجميل نشكركم ونفطورنا وانتم مبدعين وتستاهلون صراحه نشكركم الله يرضيكم ونشكركم ايضا اعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا في حلقة الديوان. وقبل أن أدلف الختام لابد أن أذكر من وقف خلف هذه الحلقة مخرجنا باسم مصطفى ومن الاتصالات أحمد البقلي ومحمد سعيد وتليكن وطاقم التصوير وليد وسوريش وأيضا مونيتير زياد أشكرهم وأشكر متابعتكم حضورنا ومشاهدينا لهذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي سامي القحطاني نراكم في حلقة قادمة وإلى اللقاء المرقاب.